هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، وحاول تشترك في القناة كبير لأن الملخص هيكون خطير، وكمان لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقول انتوا أساطير، ولو مش متابعنا انت أكيد فايتك كتير. المسلسل اللي هنبدأه ده حاجة عظمة على عظمة، وبصراحة أنا ما كنتش أتوقع خالص إن ممكن أشوف العالم ما قبل سلسلة أفلام الهوبيت وسلسلة أفلام لورد أوف ذا رينج. المهم يلا بينا نبدأ الأحداث الجامدة اللي هندخل فيها دي، وبتبدأ بالبنت دي واسمها جالادريال، ودي بنت من قوم الجان اللي هم قوم الإلف برضو، ومن باب التسلية صنعت لنفسها مركب صغير وكان شكله جميل جدا وبقى أجمل بكتير لما نزلته في المية، لكن أصحابها حبوا يهزروا معاها فضربوه وغرقوه، وجالادريال اتعصبت فكانت هترمي الواد ورا المركب، لكن أخوها وصل وقال لها خلي أعصابك أفضل من كده شوية، وبدأ يكلمها عن النور اللي بيكون جوه الإنسان والظلام، وبسبب النور الإنسان دايما بيعرف الطريق صح اللي بيختاره. وجالادريال قالت له بيكون في نور طالع من انعكاسه للظلام، انا المفروض اتبع انه نور بالظبط. فقال لها كلمه في ودنها وانا كان نفسي اعرفها بس شكلي كده ماليش نصيب دلوقتي. وفي نهايه الكلام اخوها قال لها لازم تميزي بين الصح والغلط، وده لاني مش هكون موجود دايما ليكي علشان اعرفك ايه الافضل. فسالته يعني ايه مش هتكون موجود دايما، فسابها ومشي، وده لانهم ما كانش عندهم وقتها اسم للموت او ما كانوش يعرفوا اسمه، ومن كتر السعاده اللي الجان كانوا عايشين فيها كان عندهم شجره النور السحريه ونورها كان قوي جدا لدرجة انهم اعتقدوا ان مستحيل حاجة تقدر تطفي نورها. لكن بسرعة ظهر لهم عدو قوي جدا وهو مورغوث سيد الظلام، وبقوته قدر يدمر كل مصادر النور في كل مكان كان بيقرب منه، وكمان قدر يطفي نور شجرة الجان وحول وطنهم لحاجة اشبه بالمكان المرعب المتدمر. وعشان كده الجان قرروا يوقفوه عند حده وجهزوا جيش عملاق وسافروا بيه عن طريق المحيط اللي كان مليان مخلوقات مرعبة وغريبة لحد ما وصلوا المكان اسمه الارض الوسطى، وهو ده المكان اللي شهد اقوى معركة ضد النور والظلام، وكانت معركة قوية جدا وصعبة جدا ومات فيها عدد كبير جدا من الجان، وكانوا مفكرين نفسهم هيخلصوا المعركة دي بسرعة، لكن ما خلصتش الا مع دمار الارض الوسطى بالكامل، وده بعد قرون طويلة من الحرب، وبقت مكان مليان جثث من الاورك والجان. والمعركة في النهاية انتهت بانتصار الجان، وفي الوقت ده جالادريال كانت كبرت وعرفت معنى كلمة الموت، وده بسبب حجم عدد الضحايا اللي هي شافته. وهي فعلا المعركة خلصت والظلام خسر، لكن الاورك اتفرقوا وبقوا منتشرين في الارض في كل مكان، وبعد سنين كتير عددهم بدأ يكبر تاني وبقوا جيش عظيم، وكانت تحت قيادة الخادم الأكثر إخلاص لسيد الظلام واسمه ساورون. وعلشان ما يكونش عندهم قائد يحكمهم أخو جالادريال قرر إنه يبحث عن ساورون ويقتله، لكن للأسف ساورون هو اللي عرف مكانه الأول وقتله، وبعد كده علم على جسمه برمزه الشيطان المظلم. ومن هنا بقى بدأت رحلة جالادريال لما قررت إنها لازم تكمل مسيرة أخوها وتقتل ساورون، وده علشان الظلام ما يكونش عنده أي فرصة للرجوع. وجمعت معها مجموعة مقاتلين من الجان وتحركت في رحلتها اللي خدت منها كل حياتها هي والمجموعه اللي معاها، وده لانهم سافروا لسنين طويله بدون اي ملل، لدرجه ان فات عليهم قرون طويله من البحث عن ساورون خادم سيد الظلام لكن ما عرفتش توصل له. وبسبب كده اغلب الالف اللي هم الجان بداوا يعتقدوا ان ساورون بقى مجرد ذكرى، وبداوا يشكوا انه انتهى فعلا، لكن جالادريال ما كانتش متفقه معهم في الفكره دي وما ملتش من البحث عن ساورون وكملت بحثها، لدرجه انها راحت لابعد مكان في العالم، وكان مكان ثلجي والطبيعه فيه قاسيه جدا وصعب عليهم يتحملوها، وفي واحد من مجموعتها طلب منها انهم يخيموا في مكانهم وتاني يوم يرجعوا لوطنهم، لكن جالادريال رفضت وقالت لهم هنكمل البحث لاخر يوم في عمرنا. ومشوا لحد ما مروا على عواصف قويه ومن قوتها في واحد منهم وقع، لكن بسرعه قبل ما يفقدوا الامل بداوا يشوفوا قدامهم مباني مرعبه فعرفوا انهم وصلوا المخبأ سارون، ولما دخلوا حسوا ببرد زياده، وجالادريال قالت لهم لان المكان ده شرير لدرجه ان النار بتاعتنا ما بقتش بتطلع دفا، والمرعب هنا ان كان في واحد مستخبي وراهم وبيراقبهم في صمت. وبعد بحث طويل في المبنى المرعب المهجور ده اكتشفوا مكان خادم الظلام كان بيستخدمه لتعذيب الاسرى بتوعه بالسحر الاسود، وجالادريال شافت ان التلج لما كان بيقع على مكان معين بيتبخر في وقتها، فرشت على المكان ده ميه فترسم مكانها نفس العلامه اللي ساورون سابها على جسم اخوها، واول ما شافتها اتاكدت ان كلامها كان صح وان ساورون لسه عايش وكان موجود في المكان ده وهو دلوقتي قريب منهم، وكمان ساب العلامه دي عشان الاوروك اللي تايهين يعرفوا الاتجاه اللي هيلاقوا فيه السايب بتاعهم. وفجاه في واحد من الفرقه وهو بيستطلع المكان اتصدم بغول تلجي عملاق في ظهره، فخاف وحاول يهرب منه، والغول بدا يطارده فهرب وراح لباقي المجموعه، لكن الغول كان قوي جدا عليهم بسبب كبر حجمه وعرف يخلص على كام واحد منهم. وفي الوقت ده جالادريال قررت تتدخل، وبكام خطوه بسيطه عرفت تخرشم الغول خالص وشقت له راسه لنصين، وبعد ما
خلصت عليه طلبت من فرقتها تجهز علشان يكملوا طريقهم، لكن رفضوا ينفذوا اوامرها وقالوا لها مش هينفع نكمل من هنا، ولو انت مصممة قوي تقدر تكملي لوحدك، فاضطرت تستسلم وترجع معاهم. نسيبهم بقى ونروح لمكان تاني خالص، وهو اسمه غابات شرق اندوين، والمكان ده كان عايش فيه قبيلة من الاقزام واسمهم الهارفوت، والجماعة دول وجودهم سري جدا ومحدش يعرف لهم طريق، وخاصة لانهم اول ما بيحسوا ان في حد قرب منهم بيخفوا اثرهم كليا لحد ما الشخص ده يبعد عنهم وبعد كده يرجعوا يظهروا تاني. وبصراحة انا شايف انهم حلوين قوي في التخفي، ودي واحدة منهم واسمها نوري، وخدت معها مجموعة بنات اطفال من القبيلة وراحت لمكان المفروض انه خطر عليهم، لكن راحت له ولانه في فاكهة التوت وهم بيحبوها جدا، ودخلوا على الشجر نسفوا وكانوا بياكلوا ويجمعوا بدون رحمة، لحد ما في طفلة شافت اثر رجلين على الارض فقالت لنوري، ونوري لما شافتها قالت للاطفال دي اثر رجل كلب عادي، وهي قالت لهم كده علشان ما يخافوش، لكن هي كانت عارفة ان دي اثر لرجل ذئب من جيش الظلام، فقالت للاطفال يلا نرجع بسرعة للمخيم واول واحدة هتوصل ليها توتين هدية، وكل ده علشان يتحركوا معها بدون خوف. وفعلا الذئب كان بيراقبهم من بعيد لكن سابهم يمشوا. نسيبهم بقى ونروح للشخص ده واسمه هيرالد ألروند، وطبعا اللي شافوا الافلام اللي قلت لكم عليها هيعرف مين الشخص ده وهيكون ايه لما يكبر. المهم انه كان منسجم مع نفسه لحد ما عرف ان صاحبته العزيزة على قلبه رجعت تاني، فراح بسرعة علشان يقابلها وكان مبسوط جدا بيها، وصاحبته دي تبقى جالادريال اللي هي رجعت مع المجموعة بتاعتها من البحث عن ساورون، وطلبت من ألروند انه رتب لها مقابلة مع الملك، وده علشان محتاجة تاخد مجموعة تانية وتكون قوية وترجع تكمل بحثها عن ساورون، لكن ألروند رد عليها وقال لها الفرقة بتاعتك ما خلفتش اوامرك، لان انت اللي خلفتي اوامر الملك لانه امرك ترجع من وقت طويل لكن انت رفضتي، ولانه ملك كريم قرر انه يعترف بانجازاتك بدل من انه يركز على تمردك ضده وعصيان اوامره، وعلشان كده بنصحك ما تطلبيش منه حاجة تاني، وده لانه مستعد ينفيك نهائي. ونوري رجعت تاني لقبيلتها وراحت لابوها وادته التوت من اللي هو بيحبه، كان مبسوط بيه جدا، انما والدتها قالت لها قلت لك 100 مرة ما تروحيش عند الغابة القديمة لانها خطر، ونوري قالت لها انا نفسي استكشف العالم واشوفه، وده لاني متأكدة انه مليان عجائب، وامها قالت لها العالم ما فيش فيه غير 3 فصائل وهم الجن وبيحموا الغابات، والاقزام بتحمي المناجم، والبشر بيحموا الحقول والمحاصيل والاراضي الزراعية، انما احنا ملناش دعوة بحاجة، احنا ماشيين تحت الارض علشان ما حدش يشوفنا، وكمان ما ينفعش حد يبعد عن التاني، ولازم نكون دايما ماشيين متصلين مع بعض في جماعات. ونوري كانت هتمشي بدون ما تديها توت، لكن رجعت في كلامها وقالت دي امي برضو خلينا نكسب فيها ثواب، واديتها واحدة. وملك الجن بدأ يكرم الجماعة اللي كانوا مع جالادريال، وده لانهم ضحوا بحياتهم كتير علشان يحموا عالم البشر من سيد الظلام، وكمان حب يكافئهم اكتر فقال لهم انه هيبعتهم لعالم الجن الحقيقي، وده اللي هيعيشوا فيه بسلام وبعيد عن اي حروب لانه عالم مختلف ومنفصل عن الارض نهائي، وده يعتبر عالم التقاعد بتاع اي شخص من الجن، وكده هو يعتبر شرف المجموعة دي لدرجة كبيرة جدا. وجالادريال كانت رافضة تسيب عالم الارض لانها محتاجة تكمل مسيرة اخوها وتبحث عن ساورون وتقتله من باب الانتقام لاخوها وكمان تخلص العالم من شره، لكن أرلوند راح لها وقال لها ما ينفعش ترفضي الهدية دي ولازم تقبليها، لان انت مش هتقدري تقتلي ساورون لوحدك حتى لو عرفتي مكانه، وكمان انت مش متأكدة ان كان موجود، فقالت له انها متأكدة من انه موجود وحاسة بيه في قلبها، فقال لها حتى لو موجود انت مستعدة تكوني مسؤولة عن موت المجموعة اللي هتروح معاكي، فسكتت وما عرفتش ترد عليه، فوعدها انه لو حس بوجود الظلام هو اللي هيطرده لحد ما يخلص عليه نهائي، وطلب منها تقبل جائزة الملك وتروح للعالم التاني، فوافقت. هنروح بقى للأراضي الجنوبية اللي هي أراضي البشر، وهناك كانوا مهتمين بالزراعة بشكل كبير، واللي بيأمنهم مجموعة من الجان متعينين علشان يحرسوا عالم البشر، وده في حالة لو حصل والظلام ظهر تاني، وده أورونديل واحد من الجن اللي بيحرسوا البشر، ونزل في قرية معينة لأنه بيحب بنت بشرية فيها وطبعا في السر، وده لأن الموضوع ده محرم وما ينفعش حد من الجن يتعلق بحد من البشر، والبنت دي بصراحة كانت تستحق إنه يتعلق بيها واسمها برونوين، ومن الواضح إنهم بيحبوا بعض لدرجة كبيرة، لكن في صمت طبعا لأن ما ينفعش حد يعرف بعلاقتهم. ولما في واحد غيتت راح لهم أروندير اضطر يخلع بسرعة علشان ما حدش ياخد باله منه، لكن صاحب أروندير كان شافه خلاص وقال له كل المحاولات اللي الجن حاولوا يختلطوا بالبشر فيها كانت بتنتهي بمأساة، فأتمنى تحاول تبعد عن البنت دي. ولما رجعوا للمقر بتاعهم جالهم قرار من الملك إنهم خلاص هيرجعوا تاني لعاصمة الجن، وفترة المراقبة خلاص هتتلغي، وده لأنهم شايفين إن الظلام اختفى ومش هيرجع تاني. وأورندير حس بالحزن من اللي سمعه وكان باين عليه الحزن، وعشان كده القائد بتاعه راح له وقال له أنت المفروض تفرح لأنك مش هتشوف البشر تاني، ومن الطبيعي إن الجن كانوا بيكرهوا البشر، وده لأن البشر من كتر حبهم في السلطة هم اللي سمحوا لمورجوث سيد الظلام يكبر، وده لأن خدموا المخلصين كلهم كانوا من البشر الطمعين في القوة والسلطة، ولأن برونوين بصراحة كان جمالها ساحر أورندير مقدرش يقاوم وهرب من الجن علشان يروح لها، وهي في نفس الوقت كانت قاعدة مع ابنها وبيحاولوا يصنعوا وصفات علاجية لأن
ان هو ده شغلهم. واول ما شافته قدامها فرحت ونزلت وقفت معاه وهي مبسوطه جدا. لكن قبل ما يتكلموا في واحد من المزارعين دخل عليهم وكان معاه البقره بتاعته وطلب من برونوين تعالجها له، لكن مرضها كان غريب ومحدش عارف له علاج. والمزارع قال لهم انها راحت المرعى اللي في الشرق ورجعت منه بالمرض الغريب ده. واورندير حب يشوف اللبن اللي نزل منها لكن كان اسود لدرجه مرعبه، فعرف ان ده من عمل الظلام وقرر انه يروح للشرق علشان يشوف ايه اللي هناك. وبرونوين رفضت تسيبه يروح لوحده وتحركت معاه. ولما مشيت ابنها راح لمخزن البيت وده لانه كان شاف حاجه شدت انتباهه هناك، ولما طلعها كان شكلها غريب واقرب للسيف المكسور. ومش هنا المشكله بصراحه، يعني المشكله ان كان عليها نفس علامه خادم سيد الظلام وكانت بتسحر عقل اي حد بيشوفها لمجرد النظر. وجالادريال راحت في رحلتها مع فرقتها علشان يروحوا لعالم الجان، وده واحد من قبيله الهارفوت واسمه سادوك والمفروض انه بيحب يراقب النجوم. لكن شاف ان السماء شكلها غريب فحس ان الظلام بيقرب او في حاجه غلط بتحصل، وبسبب كده كان خايف. وفجاه نوري ظهرت في وشه وقالت له ايه اللي مخوفك كده، فاتخض منها وقال لها انت عيله فضوليه ومزعجه وبدات اشك ان انت سنجاب مش زينا. واورندير وهو في الطريق قال لبرونوين انت تعرفي ايه عن قبيله هوردرن البشريه؟ فقالت له اتولدت في وسطهم وعشت معاهم، بتسال ليه؟ فقال لها لان دي اكبر قبيله قويه كانت مخلصه لمورجور سيد الظلام. فتعصبت منه قالت له انت بتغلط في اهلي وسابته ومشيت. لكن ما لحقتش تزعل كتير لانهم اتصدموا من اللي شافوه، وهو ان قريه الهوردرن محروقه بالكامل. وجلادريال خلاص بدات تشوف باب الدخول لعالم الجهن، وكانوا كلهم فرحانين لانهم هيرتاحوا من عالم الارض اللي مليان حروب. وفي نفس الوقت في نيزك عملاق ماشي في السماء بسرعه كبيره وملك الجن شافه وكل الطوائف والقبائل كانت بتشوفه، وده لانه فات عليهم كلهم بالترتيب. حتى الشجر المتحرك شافه وكان خايف منه. وجلادريال ما شافتش نيزك لكن افتكرت كلام اخوها اللي قاله في ودنها لما سالته اعرف منين الطريق الصح، فقال لها ما حدش يعرف ايه الطريق الصح بس اتبع قلبك. فقررت تتبع قلبها ونطت من المركب على اخر لحظه علشان ما تروحش للعالم التاني. وفي نفس الوقت نيزك ضرب الارض بكل قوته وفي ورقه شجر وقعت جنب ملك الجان، ولما مسكها شاف ان الظلام مريها فعرف انه رجع تاني. ونوري راحت علشان تشوف النيزك اللي ضرب الارض فاتصدمت من اللي شافته، لانها شافت واحد نايم في نص النيزك وكانه نازل من جواه، كان في منظر مرعب فحست بالرعب. وبصراحه هي عندها حق. يلا بينا نكمل احداثنا اللي بتبتدي بجالادريال وهي مش عارفة ان كان الاختيار بتاعها صح ولا غلط، لكن ده بقاش هيفرق معاها دلوقتي خلاص لانها نفذت اللي في راسها. ونوري لسه واقفة تبص على الانسان اللي وقع مع النيزك ونايم في نص النار وكانت مصدومة من اللي شايفاه، لحد ما واحد صاحبها راح لها وقال لها لازم نهرب من هنا وبسرعة، وحاول يسحبها لكن هي رفضت تروح معاه فوقعت في الحفرة اللي الراجل نايم فيها. ولما ايدها لمست صخرة من النيزك ما حصل لهاش حاجة وعرفت ان الصخور دي باردة مش سخنة، فاستغربت اكتر وده لان في نار عليها في كل مكان. وقررت تقرب من الشخص اللي نام علشان تشوفه بوضوح اكتر، واول ما لمسته ما اتحركش عادي، فقالت لصاحبتها ما تخافيش ده ميت، لكن الراجل فاق ومسك ايدها فخافت لدرجه انها تقريبا كده قلبها خلاص قرب يقف. والشخص ده فضل يصرخ بصوت عالي جدا وكل الاحجار بتاعت النيزك بدات تتحرك من مكانها وكمان كانت بتطير. ونوري كانت خايفه وبتبص في عين الشخص ده لحد ما فجاه النار انطفت وهو رجع نام تاني وكل حاجه رجعت لطبيعتها والنار رجعت ولعت تاني. ونوري طلبت من صاحبتها ما مش حاجه لامها، وكمان طلبت منها تساعدها في انهم يشيلوا الشخص ده لمكان امن وده علشان الذئاب ما تاكلوش. وفعلا رجعوا لمخيمهم وسرقوا بعض الحاجات اللي هتساعدهم ورجعوا شالوا الراجل ونقلوه على كرسي متحرك من صنعهم. وهما في الطريق بوبي صاحبه نوري قالت لها الكائن ده مش من البشر ولا من الجان، وده لانه ما بيشبهش حد فيهم ومن الطبيعي ان ما فيش حد منهم بينزل من السماء، وده معناه انه ممكن يكون خطر علينا. ونوري اتضايقت منها وسابت الراجل وراحت تقنعها انه شكله طيب واكيد مش هيكون خطر. لكن مشكلة وهما بيتكلموا الكرسي المتحرك بدأ يقع لتحت فخدوا بالهم بسرعة ونزلوا أنقذوه وكمان حطوه في مكان آمن علشان محدش يأذيه أو حيوان مفترس ياكله. وبي سألتها أنت ليه بتعملي كده؟ فقالت لها لأني حاسة إنه بقى من مسؤوليتي لأنه كان ممكن ينزل في أي مكان تاني، لكن هو اختار ينزل جنبنا وأنا حاسة من كل قلبي إن الشخص ده مهم جدا، وكمان حاسة إن القدر شايف إن المفروض إن أنا اللي ألاقيه وأحميه لحد ما يفوق. وبوبي قالت لها وأنا هساعدك بس أتمنى ما يكونش من العمالقة اللي بياكلوا الهرفوت، وطبعا الهرفوت ده يبقى اسم قبيلة، وكمان بالمناسبه هم شايفين البشر والجان من العمالقه. تعالوا بقى نروح لاورندير الجن اللي بيتفسح في اكتر مكان مرعب مع برونوين البشريه العسليه، والمكان كان مرعب فعلا وكمان من كتر الرعب اللي المكان شافه الارض بقت مليانه شقوق كبيره كانها بالظبط كان فيها زلزال، وكمان ما كانش فيها اي بشر ولا اي جثث. وبعد ما بحثوا في المكان كتير اكتشفوا نفق كبير محفور فعرفوا ان ده ما كانش زلزال، واللي عمل كده كائنات قويه وبتفوق قوه البشر والجان، وعشان كده اورندير طلب
طلب من برونوين انها تروح لقومها وتحذرهم من اللي شافته، وهو قرر انه ينزل ويمشي في النفق علشان يعرف ايه نهايته او ممكن يوصله لفين. والمكان الجميل جدا ده يبقى مملكة حدادين الجان واسمها إيريجين، وهيرالد ألروند راح هناك لانه هيساعد كبير الحدادين في انه يصنع برج عملاق في قمته، موقد نار حرارته هتكون عالية بدرجة كبيرة لدرجة انه ممكن يكون احر من نار تنين. وكبير الحدادين قال لألروند انه صنع حاجة بالقوة دي هتحتاج قوة عمالة كبيرة جدا، وعشان كده الملك امرك تساعدني، وكمان محتاجين نصنعه بسرعة كبيرة جدا. وألروند اقترح على الحداد انهم هيستعينوا بعمالة من خارج ارق الجان خالص، والحداد قال له تقصد مين؟ فقال له الاقزام. وفعلا اتحركوا مع بعض المكان اسمه خزاد دوم، وده يبقى مملكة الاقزام. ولما وصلوا ألروند قال لكبير الحدادين الاقزام دول بيحبوني قوي، وكمان هيرحبوا بينا ترحيب عمرك ما شفته قبل كده وكمان ولا هتشوف، وده لان قائدهم دورين صاحبي وحبيب الروح بالروح. واول ما وصلوا عند الباب في قزم فتح شباك وقال له انت مين يا جدع انت؟ وألروند قال له عاوز اقابل دورين، فقال له هو مش عاوز يقابلك، وقفل الشباك في وشه بكل بساطه. والحداد بص له كده وضحك وقال له تصدق شكله حبيبك جدا. وألروند قرب من الباب وقال تعويذه خاصه بالاقزام، ففتحت الباب والحراس خرجوا علشان يقبضوا على ألروند لانه يعرف التعويذه دي. وألروند طلب من كبير الحدادين انه يستنى بره وقال له ما تخافش عليا، ودخل مع الاقزام اللي عايشين في مكان جميل جدا ومفيش عين تقدر تشبع منه ولا حتى لسان يقدر يوصف جماله، وده لانهم مؤسسين حياتهم ومملكتهم بطريقه ممتعه فوق الوصف. وكمان ألروند اللي هو المفروض اصلا عايش في اجمل اماكن على الارض كان مبهور ومش مصدق عينه من كتر الجمال اللي هو شايفه، لحد ما وصل لقاعه القتال وراح له دورين القزم المقاتل ده علشان يدخل معاه في معركه، والمفروض ان هو صاحبه برضه، وقال له لو حصل وكسبت مع ان ده مستحيل هنديك خدمه واحده، ولو خسرت هننفيك من الاراضي دي خالص. وألروند وافق على اللي سمعه، وعشان انا عارف ان دماغكم راحت بعيد تعالوا اقول لكم ان المعركه دي مش عباره عن حرب خالص، هي الاقزام اتفه من كده بكتير. طبعا مع احترامي لكل الاقزام انا بتكلم عن الاقزام اللي في المسلسل لانهم كوميديين في كل موقف حياتهم. والمعركه دي كانت عباره عن تكسير احجار عملاقه، ودورين هو اللي بدا وكسر الحجر بتاعه بكل بساطه، وكمان ألروند لعب بعده وكسر الحجر بتاعه برضه. المهم هنسيبهم في لعبتهم وهنروح لنوري اللي راحت تطمن على الراجل بتاعها، ولما وصلت له كان خايف وبيرسم حاجه على صخره، واول ما حس بوجودها صرخ بصوت عالي جدا فحرك كل حاجه في المكان والاشجار بدات تنهار من قوه صوته او من الطاقه اللي بتطلع منه. ونوري قالت له انا اللي ساعدتك امبارح، فبص في عينها وافتكرها فهدي تاني وكل حاجه رجعت لطبيعتها. ولما حبت تكلمه اكتشفت انه مش فاكر اي حاجه وكان بيقلدها في كل الحركات اللي هي بتعملها، فادته اكل وهو مش فاهم ايه ده اصلا. ولما سالته انت فين وطنك او في حد تاني شبهك او ليك قوم، معرفش يرد عليها وبدا يرسم لها حاجات على الارض علشان تفهم هو منين، لكن الرسومات اللي بيرسمها دي اثرت على ابوها اللي في مكان بعيد عنهم، واول ما الخشبه اللي بيرسم بيها اتكسرت رجل ابوها اتكسرت في نفس الوقت. والشخص ده لما معرفتش تفهمه اتضايق منها، لكن اتشغل مع بوب لانها راحت لنوري بسرعه وقالت لها ان رجل ابوها اتكسر، ولما شافته كان وضعه صعب وكمان قومه خافوا لانهم بيحبوا الترحال وبكده مش هيعرفوا يتحركوا بسبب ابوها. وجلادريال لسه بتعوم في المحيط علشان ترجع لوطنها تاني، والمكان كان مرعب جدا بصراحه يعني، وخاصه لان انا بخاف من البحر العميق وده لاني ما بكونش عارف ايه اللي تحتي. وهي فجاه شافت حاجه بتقرب منها فخدت وضع الاستعداد للحرب، لكن اكتشفت ان دي مركبه عاديه متهالكه وكان فيها مجموعه ناس ناجين من حاجه وخايفين، وكمان رفضوا يطلعوها معاهم وده لانهم خايفين على المؤن بتاعتهم، لحد ما واحده كانت مصممه تساعدها وتطلعها معاهم، وفعلا نفذت اللي في دماغها وطلعتها. والناس سالوها انت ايه اللي وصلك لهنا؟ هو الوحش هاجمك؟ فقالت لهم لا وحش ايه، فقالوا لها الدوده العملاقه، وكان ظهر عليهم انهم خايفين منها جدا، وكمان خوفهم زاد لما شافوا ودن جالادريال وعرفوا انها من الجان، لكن فجاه لقوا مركب تاني في وشهم فحاولوا يستنجدوا بيها، لكن جالادريال قالت لهم دي مش سفينه نهائي، وفعلا طلعت الدوده العملاقه اللي هم خايفين منها ومش عارف ليه حسيتها جودزيلا. واللي ما شافش جودزيلا او يعرفه انا عامل الاجزاء بتاعته كامله وهسيب لكم اللينك في الوصف للي يحب يشوفه. المهم ان الدوده العملاقه فاتت من تحتهم في منظر مرعب، وفجاه في واحده قالت ان الست اللي من الجان دي هي اللي عرفتها طريقنا ورمتها في الميه، فبدات تعوم عشان تهرب بعيد عن السمكه العملاقه المرعبه اللي بدات تهجم على الخشبه اللي الناس عليها ودمرتها خالص في منظر بصراحه يوقف القلب. يعني ايه اكون بعوم وانا عارف ان في كائن شبه ده في الميه جنبي؟ المهم ان هو واحد بس اللي فضل عايش ومعاه حته خشبه تحميه من الميه، وراح لجلادريال وخدها معاه علشان ينقذها ويكملوا طريقهم مع بعض، وكمان اتعرفوا على بعض وعرفت ان اسمه هالبراند، والاتنين دول لسه بيلعبوا لعبتهم واللي انا مش عارف بصراحه هم فكروا فيها ازاي، وكانت صعبه جدا. وألروند بدا يتعب والقزم كان لسه بيضحك ومبسوط قوي، واللي هو يعني تحس ان هو كانه كان لسه بيسخن. وألروند المطرقه بتاعته اتكسرت وهو
وهو بيلعب فالدور واحدة تانية، لكن قرر انه يستسلم. ودورين خده بنفسه علشان يطرده من مملكة الاقزام، لكن وهم في الطريق ارلوند ساله انت ليه بتعمل كده، هو انا عمري اهنتك في حاجة؟ فقال له علشان اجاوبك هنحتاج رحلة اطول من كده بكتير، وانا متأكد انك هنا لانك محتاج مني خدمة. وارلوند قال له انا هنا عشان اطلب منك خدمة فعلا واشوفك لانك صديقي. ودورين اتعصب عليه وقال له صديق ايه اللي انت بتتكلم عنه، انت ما حضرتش ولا فرحي ولا ولادة اطفال الاتنين، وبسبب كده مش من حقك تيجي هنا وتستناني ارحب بيك بطريقة جميلة، وده لان الحاجة اللي انت ضحيت بيها مش هتعرف ترجعها ببساطة. وارلوند قال له طب حقك عليا، ما تزعلش خلاص بقى يا عم، ما تزعل حقك عليا يا سيدي، وبالمناسبة انا اسف. ولانه دورين كرمته فوق كل شيء سامحه خلاص عادي برضو بكل بساطة، وقال له لازم تعتذر لزوجتي واطفالي كمان. وجلادريل وهي في الطريق شافت الشخص اللي معاها وهو لابس حاجة في رقبته لفتت انتباهها، لكن هو خفاها في هدومه علشان مش عاوز حد يشوفها، وسألته انت ازاي سبت اصحابك يموتوا عادي ومش فارق معاك كده بكل بساطة. فقال لها انا من النوع اللي بيعرف يعيش مش اكتر. فسألته انت ايه اللي وصلك لهنا، فقال لها الاوركس دمروا قريتنا، وفي الوقت ده ركزت معاه وسألته انت فين قريتك بالظبط، فقال لها ما عادش مهم لانها اتحولت لرماد. فسألته هو اللي انت لابسه ده في رقبتك مش المفروض انه شعار لملك المملكة بتاعتك؟ فقال لها ما عادش في ملك ولا مملكة. فقالت له طيب لو هنعتبر انهم لسه موجودين فين مكانهم بالظبط؟ فقال لها في الاراضي الجنوبية. وبرينوين رجعت لقريتها تاني بسرعة وقالت لهم على كل اللي شافته، وقالت لهم ان النفق محفور في اتجاههم ولو ما حذروش الباقي هيحصل لهم زي اللي حصل للقرية اللي جنبهم، لكن رفضوا يصدقوها وما عملوش اي تصرف يقول انهم هياخدوا حذرهم. وابنها وهو قاعد في حاله حس بحركة جنبه فشك انها فران وبدا يضرب الارض، ولما اتكسر منها جزء لقى فيه عين مرعبة بتبص له من الفتح. وأورندير لسه ماشي في النفق المرعب لحد ما حس بحركة فيه فخاف، وخاف اكتر لما شاف خيالات له وحوش مرعبة، فحاول يهرب بسرعة وهو مش عارف ماشي منين. وفجأة لقى نفسه وقع في مية عميقة فبدا يعوم فيها لحد ما طلع في نفق تاني، وكان خايف وبيبص للمية وهو كله خوف، لكن المشكلة مش في المية، المشكلة في اللي كان وراه سحبوه فجأة فاختفى. وبرينوين لما راحت لبيتها علشان تشوف ابنها لقت البيت متبهدل وشافت الحفرة اللي في الخشب، فخافت وفضلت تنده على ابنها، لكن لقيته خارج لها من مكان وهو خايف وبيقول لها لازم تستدعي النجدة دلوقتي اهو، لكن ما لحقتش تعمل اي حاجة لانها حست بحركة قريبة منهم، فدخلت تستخبى في مكان وابنها اختفى تاني كأنه مش موجود. وفجأة في كائن مرعب خرج من الفتحة دي، وكان شكله بشع ومرعب لدرجة ان برينوين لمجرد انها شافته كانت بتعيط، ومن الخوف عملت صوت فعرف انها موجودة وفتح عليها المكان اللي هي فيه، لكن قبل ما يقتلها ابنها ضربه في ظهره. وهما الاتنين دخلوا في معركة معاه، وكان قوي جدا وغبي جدا وكمان حيوان جدا لانه بيضرب برينوين، لكن لو قلبك مات ما تجيش على واحدة ستات، وده لانها طيرت راسه وخدتها وراحت للجماعة اللي ماتوا مش بكلامها، وقالت لهم لو عاوزين تعيشوا يبقى نروح لبرج الجن دلوقتي حالا. وطبعا كلهم اتكتموا وسمعوا كلامها. وجلادريال وهالرباند لسه في معاناتهم بل واقوى بمراحل، لانهم اتعرضوا لأمواج قوية جدا، وعلشان هي ما تقعش من المركب ربطت نفسها في خشبة وحاولت تمسك ايد هالرباند عشان تنقذه، لكن هي اللي وقعت بالخشبة بتاعتها وهو لسه على المركب عادي خالص بكل بساطة، ولانها فقدت الوعي كانت بتغرق بدون اي مقاومة، لكن هالرباند نزل وراها ومسك في الحبل اللي هي مربوطة فيه وانقذها. والشخص اللي نزل مع النيزك ده كان لسه قاعد بيبص في السماء، ونوري راحت له وقالت له انهم هيضطروا يتحركوا في خلال 3 ايام وده علشان يروحوا يعيشوا في مكان تاني، وقالت له انا كان نفسي اساعدك لكن مش هعرف. فبص لها بطريقه مرعبه وبص للفانوس اللي في ايد صاحبتها فبدا يتهز بقوه، وبعد كده وقع من ايدها وطار منه كل الحشرات المضيئه اللي فيه، فكان بيمسكهم بلطف وبيكلمهم، فبداوا يتشكلوا في السماء على هيئه شكل معين، ونوري فهمت انه محتاج منهم يساعدوه، وده علشان يلاقي المكان اللي هو رسمه بالحشرات. وفجاه كل الحشرات دي بدات تقع وتموت في ظاهره مش طبيعيه خالص ومرعبه. ودورين راح طلب من ابوه الملك انهم يساعدوا ارلوند، لكن ابوه كان حاسس ان الجن عاملين مؤامره عليه، وخد ابنه وراح وقف عند صندوق وفي حاجه مضيئه وتقريبا كده ده الحجر الارقيني اللي هم بيقدسوه. وابن برونوين قبل ما يتحرك مع القريه راح للسيف اللي نصه مكسور وخده، لكن فجاه السيف بدا يطلع نار بدخان قوي جدا وتحس انه بيطلعهم ويسحبهم في نفس الوقت، لحد ما برونوين قالت لابنها يلا نتحرك، فخد الجزء ده معاه وتحرك مع القريه كامله لبرج مراقبه الجان. وجلادريال نامت هي واللي معاها لتاني يوم، ولما فات لقت في واحد في مركب كبير واقف فوقهم وبيبص لهم. المهم هنشوف ان اروندير لسه ماتش من الكائنات اللي مسكته في النفق وطلعوا قابضين عليه وماشيين بيه في مكان مرعب وغريب، وكمان في اسره كتير جدا من البشر ومن الجان، ومن الواضح ان اللي مسيطرين على المكان ده مجموعه من الاورك، وشكلهم مرعب واقوى بكتير من الاورك المعفنين اللي متعودين عليهم في افلام لورد اوف ذا رينج. وربطوا اروندير بسلاسل ورموه في مكان ومعفس علشان عاوزينه يحفر في الارض، وزيه في بشر كتير جدا من الاسره بيحفروا. وجلادريال فاقت في المركب اللي انقذتها وكانت شاكه انهم خاطفينها، لكن فتحوا لها الباب فسالتهم ايه السفينة
السفينة دي، والقائد قال لها أنا ملتزم بإني أوصلك للقادة بتوعك وهم هيردوا على كل أسئلتي. وقبل ما يسيبها شافت الخنجر بتاعها معاه وكانت عاوزة تاخده لكن ما تكلمتش. وبعد رحلة طويلة وصلوا المكان جميل وقوي جدا وشكله يخطف العين. وهالر بنت سأل جلادريال إيه المكان ده، فقالت له دي مملكة البشر في أقصى الغرب. ولما شاف المملكة كان معجب بيها جدا وقال لها من إمتى البشر بيبنوا ممالك حلوة كده؟ فقالت له دول مش بشر شبهك، لأن في عصر الظلام قومك ساندوا مورجوث ملك الظلام، وإن البشر دول ساعدوا الجان في معركتهم معاه، وعشان كده الجان سلموهم المكان ده كهدية شكر علشان يعيشوا فيه، وكان بيننا تواصل دائم وسلام في المعاملة لحد ما في سنة من السنين البشر قطعوا علاقتهم بينا وما بقاش في حد يعرف حاجة عن التاني، لكن من الواضح إنهم عرفوا يزدهروا حلو. وقائد المركب مشي بيهم لحد ما وصلوا عند الملكة اللي أول ما شافتهم كلمت جلادريال وقالت لها عرفي عن نفسي. فقالت لها بكل ثقة اسمي جلادريال من الدور بنت منزل فنارفين الذهبي وقائد الجيوش الشمالية للملك الأعلى جيل جلاد. وهالربند لما سمعها ما عرفش يقول إيه ولا يعرف عن نفسه بإيه غير اسمه. وجلادريال طلبت من الملكة إنها تسمح لهم ياخدوا مركب علشان يرجعوا بيه للأرض الوسطى، لكن مستشار الملكة رفض طلب وجلادريال ما تفهمتش معاهم وقالت لهم أنتوا عايشين هنا في نعيم بفضل الجان، وأظن مش هتخسروا حاجة لو سبتولي مركب ومجدف خشب. والملكة اتضايقت منها وقالت لها احنا ما خدناش حاجة من حد، واجدادنا دفعوا ثمن المملكة دي بدمهم ودم اطفالهم. وجلادريال لسه مصممة على الغباء وقالت لها لو الدم هيكون ثمن اني اخد مركب فانا مستعدة ادفع الثمن. والملكة قالت لها اتمنى تحاولي، وجلادريال قالت لها مش محتاجة ان انت تتمني. وفي الوقت ده هالر باند عرف ان لو قعد ساكت هيخسر روحه بسبب البتاعة دي، فتدخل وقال لهم انا شايف ان الموضوع متكهرب على الفاضي، انا شايف اننا من الافضل نقعد فترة بسيطة هنا علشان تفكري مع مستشاريكي في طلبنا. والملكة وافقت على كلامه وبعد كده راح خد القبطان بالحضن وشكره علشان انقذ حياتهم. ولما مشي مع جلادريال قال لها انا بصراحة ما فكرش امشي من هنا تاني لاني عايز اشوف شوية سكينة وراحة في حياتي، فاتمنى لما تكملي رحلتك تكوني بدوني. ومد ايده علشان يسلم عليها، ولما سلمت عليه سحبها وادها الخنجر بتاعها اللي كان مع القبطان وقال لها اتمنى ما تخلقيش اي عدوات تاني. والملكة كانت بتبص لها ومش ناوية على خير خالص، لكن المستشار بتاعها قال لها لازم نحل الموضوع ده بسرعة، فقالت له دي مجرد واحدة بس من الجان. فقال لها حصل، لكن احنا مش عايزين نكسب عدوتهم دلوقتي. فسألته عن القبطان اللي انقذهم فقال لها انه من عيلة نبيلة واسمه أرنديل وشغال حارس بحري، ودلوقتي عنده ابن بيتحضر علشان يتبع ابوه في تأدية الخدمة، ودول مجموعة من البشر مستجدين في سلاح البحرية وكانوا بيتدربوا ازاي يتحكموا في المركب بسرعة كبيرة. وفعلا نجح هو واصحابه في انهم يرجعوا للمركب، ولما خلصوا تدريباتهم والد امراحيل كان مستعر منه لانه فشل في التدريب، وإيسلدور قعد مع اصحابه متحمسين لانهم بعد 9 ايام هيعدوا اختبارات البحر، وبعد 4 سنين هيبقوا ضباط، وبعد 10 سنين كل واحد فيهم هيكون كابتن سفينه. لكن اخت إيسلدور قطعت عليهم كلامهم لانها راحت له علشان تاخده. وابوهم الكابتن إلنديل واقف مع الملكه لانها بتستجوبه وبتقول له اسمك غريب عن الاسامي اللي هنا، تعرف معنى؟ فقال لها اه الاسم ده مأخوذ من اسم من اسامي الجان ومعناه صديق الجان. فسألته وهو انت فعلا صديق ليهم؟ فقال لها انا مخلص لنومنور طول حياتي. فقالت له مع كده خالفت قانوننا باننا مش هنرحب باي جان على سواحلنا، والكلام ده كان من عهد الجد الاكبر لجدي. فقال لها لان البحر هو اللي حطها في طريقي والبحر عمره ما غلط. لكن الملكة قالت له صح بس البحر مش خاين. فقال لها انا عملت الحاجة اللي شفت انها صح. فقالت له لو انت مخلص هطلب منك خدمة علشان تثبت اخلاصك. وبعد كده سلمته سيف. وأرنديل وهو لسه شغال في اعمال الحفر شاف ان الاوروكل اللي محتجزين وبيخافوا من ضوء الشمس وبيأذيهم، وبعد كده بدأ يتكلم مع واحد وقال له الممرات اللي هم عاملينها دي هي اللي خلتهم ما يظهروش قدامنا، لدرجة اننا اعتقدنا انهم اختفوا، ومن الواضح انهم بيبحثوا عن حاجة مهمة جدا قائدهم محتاجها، وانا كابراهيم اعتقد ان الحاجة دي هي القطعة اللي مع ابن برونوين. وفي واحد قال لأورندير احنا لازم نحاول نهرب مننا بأي طريقة، واهم حاجة ان في واحد مننا يعيش علشان يرجع بجيش ويدمر قوات العدو بسرعة. لكن الأوروك شافوهم وقالوا لهم يشتغلوا وأمروهم يقطعوا الشجرة، لكن في واحد اعترض وقال ان دي شجرة عريقة وموجودة من سنين طويلة وممكن بدل ما نقطعها نلف من جنبها. لكن قائد الأوروك قال له انت شكلك شجاع علشان كده هديك مياه تشربها، والشخص ده كان خايف في البداية لكن خد المياه وشرب وعزم على اصحابه اللي كانوا معاه، ولما واحد منهم بدأ يشرب بالأوروك طير راسه بسرعة وقتله، وكان هيقتلوا واحد تاني لكن أورنديل قال لهم انه هيقطع الشجرة فسابوه، وهو فعلا طلع عند الشجرة وطلب منها تسامحه وبدأ يقطع فيها. وجلادريال اتسحبت علشان تهرب من المكان اللي هي فيه، لكن القبطان إلنديل شافها وقال لها من الحكمة تسرقي مركب صغيرة، لكن للأسف انا مش هينفع اسيبك لان الملكة عينتني اتأكد ان انت مش هتتسببي في اي ازعاج.
وجلادريال قالت له وللأسف أنا ههرب ولو بخلاف إرادتك، وده لأني مش حابة أكون في مكان الكل بيكرهني فيه. فكلمها بلغة الجان وقال لها مش الكل بيكرهك. فقالت له أنت بتعرف تتكلم لغتنا إزاي؟ فقال لها لأننا لسه بنتعلمها في قاعة العلوم. فطلبت منه يوصلها هناك وهو وافق، واتحركوا مع بعض. وهالرباند راح لحداد وطلب منه شغل وقال له انه محتاج يبدأ حياة جديدة، وكمان بيتمنى انها حياة تكون نظيفة. لكن الحداد رفض يشغله فسابه وراح ياكل في مطعم، لكن جاله شوية ناس كارهينه عادي لانه كان اسير مع جلادريال اللي من الجان. وعلشان ما يدخلش معهم في مشاكل قال لهم المشروبات الجاية كلها على حسابي، وهم فرحوا من الفكرة دي وبقوا اصحاب فعلا. هو حقيقي كلمة مفتاح الانسان من بطنه. المهم ان هو لما مشي وسابهم طلع انه حرامي وسرق منهم قطعة غالية بيحطوها في هدوم، فراحوا وراه مش ناويين على خير خالص. فقال لهم خدوها انا مش عاوز مشاكل، لكن هم كانوا مصممين على المشاكل وضربوه. هل يسكت؟ ما حصلش، وقاموا وكلهم علقة وما كانوش يتوقعوها نهائي، لدرجة انهم كلوا العلقة كاملة وهم مغضوضين من تصرفاته. ولما خلص عليهم الحراس شافوه فحوطوه قبضوا عليه. وجلادريال وصلت لدار العلوم وبدأت تبحث فيها عن حاجة هي عاوزة توصل لها. وإلنديل قال لها المكان ده ما تهدش بسبب حب الملك اللي فات ليكو. فقالت له معقولة هو وافر الجن؟ فقال لها اه، وبسبب وفائه اتشال من منصبه واتنفى على البرج. وبعد كده جاب لها اوراق وقال لها دي اقوال لجاسوس بشري راح لسرداب العدو. وعلشان يوضح لنا مكان العدو رسم الرسمه دي، والرسمه دي هي نفس الرسمه اللي كانت شافتها على الحجر في الحلقه الاولى، فحطتها جنب الخريطه وعرفت ان الرسمه دي بتشبه خريطه الاراضي الجنوبيه، فعرفت ان العدو متجمع هناك. وكمان من الرساله اللي جاسوس سابها ان العدو بيبني مملكه كامله هناك علشان الشر يزدهر ويكون قوي جدا في ايد خليفه مرجوس في حاله لو مرجوس اتهزم في معركته الاخيره. وجلادريال اتصدمت وقالت الموضوع طلع أسوأ مما كنت أتخيل بكتير، وده لأن الثورون مساعد ملك الظلم لو رجع الأراضي الجنوبية هتكون هي البداية. ونوري راحت للمكان بتاع مفسر النجوم اللي عندهم وسرقت بعض أوراق الاستدلال بالنجوم علشان تساعد بها الشخص اللي نزلها في النيزك، وراحت اديتها له. وهو فعلا قرب من مكان القبيلة وراح علشان يقرأ الورقة وأخيرا شاف فيها المكان اللي هو محتاجه، لكن ملحقش يفرح كتير لأن فجأة النار مسكت فيها فخاف وحاول يطفيها لكن معرفش. ولما حب يهرب كسر شوية حاجات وفي حاجات كتير كده وقعت فوقه، وده تسبب في ان القبيلة كلها شافته فعملوا وضع التخفي بتاعهم واختفوا حرفيا. فنده على اسم نوري بصوت عالي، وفي الوقت ده القبيلة كاملة طلعت وبصت لنوري وعملوا اجتماع علشان يحكموها لانها كدبت وكمان سرقت وكمان دخلت غريب في وسطهم. فقالت لهم ده صاحبي وكان لازم اساعده. فقالوا لها احنا محتاجين نعيش بس مش عاوزين اصحاب. فقالت لهم بس بدون اصحاب الحياة ملهاش اي معنى، وفي واحدة قالت القانون بتاعنا ان اللي بيخون لازم يخرج من وسطنا، لكن القائد قال له هو ده القانون اه، لكن نوري لسه طفلة فمش هنطبقه عليها. والراجل ده كان واقف يبص عليهم من بعيد وحس بالذنب لانه تسبب لها في مشاكل وهي كانت بتساعده. وإيسلدور راح لابوه إلنديل وقال له انه محتاج يأجل اختبارات البحر لمدة سنة واحدة، لكن ابوه اتعصب عليه وقال له مفيش تأجيل. وكمان إيارين اخت إيسلدور جالها جواب انها اتقبلت عشان تكون متدربة في فرقة البنائين، وابوها إلنديل فرح جدا بكده. وجلادريال راحت لهالرباند في حبسه وقالت له مش قلت لك ان انت ما بتنتميش للمكان ده؟ وكمان انا اعتقد ان انت ليك شأن اكتر من اللي انت بتعتقده. وديته ورقه وقالت له لقيتها في قاعه العلوم، ولما فتحها قالت له من سنين طويله كان في شخص شايل نفس العلامه وعرف يوحد كل القبائل والاراضي الجنوبيه تحت رايه واحده، وهي نفس الرايه اللي ممكن توحدهم تاني ضد الشر اللي ناوي يسلبهم اراضيهم اللي هي ارضك، ودلوقتي هما مفيش عندهم ملك لان انت ملكهم. فسكت ومسك نفس العلامه اللي هو معلقها في رقبته وقال لها وريث العلامه دي مش وريث لسلاله نبيله بس، هو وريث لعيله نبيله، وكمان العيله دي اقامت بعهد الدم لمرجوس ملك الظلام، وعشان كده مش انا الشخص اللي انت بتبحثي عنه لان عيلتي هي السبب في خساره الحرب وكل حاجه. فقالت له وانا عيلتي هي اللي بدات الحرب. ولقائنا ما كانش صدفه نهائي لانه هينتج عنه شيء عظيم، وطلبت منه يروح معاها للارض الوسطى ومع بعض هينضفوا اسامي عائلتهم. فقال لها ازاي وانت ما عندكيش جيش؟ فقالت له كل حاجة هتتغير قريب. والملكة طلعت لابوها في البرج اللي هو منفي فيه وقالت له جات اللحظة اللي كنا خايفين منها لان الجان وصلت. وقوم الهرفوت اتحركوا علشان يقلوا المكان تاني، لكن عيلة نوري كانت بطيئة بسبب رجل ابوها المكسورة، وعلشان كده صاحبتها وقفت تساعدها، لكن الرجل اللي نوري بتساعده راح لهم وقال لهم صديق. ونوري قالت احنا بنساعده وهو عاوز يساعدنا، وفعلا سمحوا له يساعدهم في انهم يوصلوا لباقي القبيلة. وعند الاورك الاسرى كانوا لسه بيحفروا لحد ما فجأة
فجأة حصل تمرد وبدأوا يضربوا الأورك ويجبروهم يطلعوا في الشمس، وخدوا منهم أسلحتهم وبدأوا يدمروا السلاسل بيها. ولما في واحد سلسلته اتكسرت حاول يهرب لكن ملحقش لأنه مات، وبدأوا يسحبوهم من السلاسل علشان يدخلوهم في الضلمة، والتانيين كانوا بيسحبوا نفسهم علشان ما يدخلوش، لحد ما أورندير هجم عليهم وكسر جزء من الخيم بتاعتهم، فخافوا ورجعوا. علشان كده قائد الأورك قال اطلقوا الراج، وكلهم هربوا. والراج ده عبارة عن ذئب أو ضبع بس حاجة مرعبة، وبدأ يقتل فيهم، لكن أورندير خلاه يهجم عليه وعرف يحبسه في الشجرة، وكمان قفل عليه لحد ما صاحبه يحرر نفسه ويهرب. وفعلا هرب، لكن الكائن ده خرج وراه وحاول يهجم عليه، لكن أورندير ضربه بسهم فقتله، وده علشان يعمل هروب آمن لصاحبه. ولما حاول يهرب شافوا وهو بياخد كام سهم في جسمه ومات، وبعد كده قبضوا على أورندير تاني وكانوا هيقتلوه، لكن القائد بتاعهم رفض وقال لهم ياخدوه الأدار، وأدار ده قائد الأورك في المنطقة دي، ومن الواضح انه شكله بشري. لكت البشر اللي عايشين في الغرب وهي بتبارك لوحدة على طفلها وبتقول لها ده هيكون سبب السعادة على المملكة كلها، لكن من الواضح انه طلع مش مصدر السعادة ولا حاجة، وكمان يا ريتنا سلمنا من بوزو الفقري، لان المملكة كلها تعرضت لفيضان قوي جدا ومرعب بطريقة بشعة، وبسبب قوة الريح اللي جاية منه زهور الشجرة المقدسة بتاعتهم بدأت تتساقط، وعندهم اعتقاد ان يوم ما الزهور دي تبدأ تتساقط يعني هيجي وراها الدمار ونهاية المملكة. وفعلا صوت صريخ الناس كان واصل لاخر المملكة بسبب الفيضان القوي جدا اللي دمر المملكة كاملة بكل بساطة، ودخل على الملكة اللي اول ما غرقت فقت من نومها وهي خايفة من حلمها اللي خوفني انا شخصيا، والجماعة الهالربنت سرقهم وضربهم ما عرفوش يردوا عليه الضرب، بس عرفوا يعملوا رجالة وجمعوا جزء من الشعب وبدأوا يحرضوهم على الملكة، وده لأنهم بيكرهوا الجن، والمفروض ان هالربنت أسير مع جلادريال الجنية، والملكة سايبة جلادريال طليقة بدون حبس، لكن مستشار الملكة شافهم فتدخل في الكلام وقال للشعب انتوا خايفين من واحدة من الجن؟ من الجن؟ احنا قضنا على شر مرجوس ذات نفسه، وما ينفعش نخاف من الجن، ولازم تثقوا فيا. والشعب كله بدأ يحيي، ومن الواضح انهم بيحبوه جدا. وجلادريال قابلت الملكة وهي معها الاوراق بتاعت الجاسوس وقالت لها العالم كله في خطر، وهالربند اللي انتو حابسينه يبقى ملك المنطقة الجنوبية اللي الظلام هيرجع منها، ولازم تساعدينا بجيش علشان نرجعه لقومه، وكمان نساعده في انه يجمع قومه تحت راية واحدة زي زمان، ولازم كلنا نقاوم الظلام مع بعض، لاننا لو خسرنا الاراضي الجنوبية هتكون مسألة وقت وهنخسر وراها كل حاجة. لكن الملكة رفضت عرض جلادريال، لانها هي لو وافقت شعبها مش هيوافق يساند الجن تاني، غير انهم هيشيلوها من الحكم، وكمان قررت انها مش هتطلع هالربند من الحجز. وجلادريال اتعصبت وقالت لها بما ان ده ردك فانا بطالب بمقابلة تانية، لكن مع ابوك الملك الحقيقي، وهو اللي هيكون عنده السلطة الوحيدة والكافية انه يقدر يرد علي. والملكة قالت لها وانت بتتكلمي بسلطة مين؟ فقالت لها انا جوايا عواصف هي اللي وصلتني هنا، وانت مش هتقدر تطفيها، فحبستها عادي. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ ولانها محبوسة جنبها الاربند قال لها ما تقوليش ان انت محبوسة علشان سرقت ناس وضربتيهم برضو. فقالت له لا ده مجرد عصيان. وصل دوره هو في اختبارات البحر، وكان بينه وبين النجاح خطوة واحدة وبكده هيكون حارس بحري. قرر انه يسقط وساب الحبل من ايده علشان يبان انه فشل، واصحابه اللي كانوا بيسحبوا الحبل معاه كانوا هيقعوا، والمشرف اللي عليهم قال لإيسلدور انا شفتك بتتعامل مع الحبل ده كتير وعمرك ما فشلت، وانا متاكد انك متعمد، وعلشان كده سقطوا في الاختبارات، وكمان كعقاب لي سقط الاتنين زمايله اللي كانوا معاه. وصاحبه اتضايق منه وقال له انت دمرت حياتنا علشان مجرد اوهم في دماغك، انت انسان عاوز تكون فاشل، احنا ذنبنا ايه؟ وإيسلدور اتعصب منه فضربه، وصاحبهم التالت فك بينهم، وإيسلدور سابهم ومشي. وأورندير لسه مصدوم من اللي هو شايفه، لانه شايف مجموعه من الاورك اللي فاهمين هما بيعملوا ايه بالظبط، وكمان صاحبهم اللي كان بيموت حطوه في الارض باحترام، وبداوا يفتحوا الطريق للقائد بتاعهم اللي طلع واحد من الجان. وأورندير اول ما شافوا اتصدم، وقدر القائد راح للأورك المصاب اللي بيموت وقتله علشان يخلصوا من معاناته، وكان حزين جدا عليه، وطبعا الكلام اللي بيحصل ده بخلاف عيشة الأورك الطبيعية. وبعد كده سابوا لأصحابه علشان يشيلوه ويكرموه في موته، فخدوه خرجوا. وقدر سأل أورندير انت اتولدت فين؟ فقال له بليريان، وقدر قال له انا رحت للمكان ده مرة وانا طفل، وفاكر ان كان شكله جميل جدا والزهور كانت في كل مكان. وأورندير سأله هو ليه الأورك بيحترموه، وقدر ما ردش على سؤاله وقال له كل اللي انت اتعلمته كذب في كذب، وكذب قوي جدا لدرجة ان حتى الصخور ممكن تصدقه. وقال له انا عاوزك تروح للبشر اللي بيحتموا في البرج بتاع المراقبة القديم وتوصل لهم رسالة، والبشر لسه بيروحوا في افواج لبرج المراقبة القديم اللي الجان كانوا متمركزين فيه لكن انسحبوا منه من وقت بسيط، والبشر عددهم كتير في البرج لدرجة انهم ما بقاش عندهم اي اكل او شرب. وبرونون قالت هنقلل الحصص شوية، لكن حتى الفكرة دي ما نفعتش قوي،
علشان كده ابنها سيو اتدخل في الكلام وقال ممكن نرجع للقرية بتاعتنا ونجيب الاكل اللي في المخازن، والكلام ده طبعا هيكون الصبح، وفي الوقت ده الاورك بيكونوا قليلين وهنروح ونرجع بسرعة بدون ما حد يشوفنا. لكن في واحد قال له ومين اللي نفسه يموت ممكن ينفذ مهمة شبه دي؟ وسيو قال انا مستعد اروح، لكن امه قالت له انت مش هتروح في اي مكان، وخدته بعيد وقالت له الوضع صعب وساعدني علشان نتخطاه، ما تصعبش الدنيا عليا اكتر. فقال لها ماشي، لكن هو ماشي فعلا، لانه تاني يوم خد واحد صاحبه وراح من وراها للقرية علشان ياخد المخزون اللي فيها. ولما وصل القرية شاف الحيوانات اللي فيها مقتولة بطريقة بشعة، وصاحبه خاف وكان ناوي يرجع، لكن سيو قال له ما تجمد ياض احنا خلاص وصلنا. وفعلا دخلوا القرية وخدوا كل الاكل اللي في المخازن، والمفروض انهم هيمشوا بقى، لكن سيو كان طمع شوية وقرر انه يدخل ياخد الاكل اللي في المطبخ كمان. وصاحبه قال له بلاش المكان شكله مرعب، لكن سيو كان نفسه ينتحر تقريبا كده، ودخل للمطبخ اللي في الاول يبان انه فاضي. لكن للأسف وهو بيجمع الأكل فيه حد دخل وراه وقفل الباب، ففكروا صاحبه وكمل جمع في الأكل عادي، والأخ اللي برا لقى الدنيا بدأت تغيم فخاف وقرر انه يهرب بالأكل اللي معاه. وسيو لما بدأ يخاف وقف يبص في المكان، لكن للأسف شاف اللي في ظهره متأخر، لأنه أول ما شافه الأورك ضربه بالسيف في رجله، وقبل ما يقتله سيو استخدم قطعة السيف اللي معاه ورفعها في وش الأورك اللي أول ما شافها خاف، وسيو طعن نفسه بيها فبدأت تطلع دخان لحد ما تشكلت بشكل سيف ظلام، والأورك قال له أنت جبت ده منين؟ حاول ياخده منه، لكن سيو ضربه بيه وهرب بسرعة، والأورك خرج وراه واستدعى كل الأورك الموجودين وقال لهم أخيرا لقيت السيف مع طفل ولازم تلاقوه بسرعة. وفي نفس الوقت سيو سمعهم وهو مستخبي في بير المية، وسمعهم وهم بيقولوا هيبحثوا عنه في كل مكان، وقال له ده بدأ يفتكر لما الملك بتاعه قال له حاول تعمل تحالف بين الجان والأقزام، وكمان قال له إن دورين صاحبه بقى بيتجنبه في الفترة الأخيرة ومش عارف هو فعلا بيتجنبه ولا بيحاول يخفي عنه سر. ومن الواضح إن دورين خلع من أرلوند وأقنعه إنه راح يطلع مجوهرات من المناجم، لكن ألروند ما اقتنعش بالكلام ده وقال لمراد دورين لما هو رايح يطلع مجوهرات مش واخد معاه العدة بتاعته ليه؟ وكمان ليه بتجهزي أفضل أكل عنده؟ وهو المكان اللي هيروحه بيحتاج يومين كاملين علشان يدخله بس. فقربت منه في الوقت ده انا خفت له معرفش ليه، وقالت له اولا ما خدش عدته لان المجوهرات دي بتتشال سليمه ما بتتكسرش، وثانيا المكان اللي انت ممكن تدخله في يومين هو بيقدر يدخله في ساعتين. فخاف وعمل نفسه اقتنع وبدا يراقبها، فشافها وهي رايحه تقابل دورين وقالت له غفلت لك صاحبك، فقال لها الواد نصاب وما بيتغفلش بسهوله، وعلى العموم احنا وصلنا لتقدم كبير في المنجم القديم. وروندير لما سمع كده راح بنفسه لمنطقه المنجم القديم، وهناك لقى مكان الاقزام بيحاولوا يخفوه، لكن اثار رجليهم فضحت المكان السري بتاعهم، وعلشان كده اورندير استخدم الكلمات السرية اللي هو حافظها بتاعتهم، ففتحت المكان اللي المفروض ما يعرفش عنه غير مجموعة قليلة من الاقزام. واول ما شاف اللي هم بينجموا عنه دورين ظهر في وشه وقال له كنت عارف ان انت جاي علشان تتجسس علينا مش عشان تزورني. وارلوند قال له ايه المكان ده؟ لكن دورين قال له انت هتستعبط وهتعمل نفسك مش عارف انت فين، انت عارف كويس انت فين وجاي هنا لانكم عاوزين اللي في المنجم ده. وارلوند قال له انت بتقول ايه؟ انا فعلا ما اعرفش ايه اللي في المكان ده، وكل اللي يهمني صداقتنا. ودورين قال له انا عاوز منك عهد ان الكلام اللي هقوله ليك ما يطلعش لحد تالت نهائي. وارلوند وعده بكده، ودورين فتح الصندوق اللي كان واقف جنبه مع ابوه وطلع انه قطعة معدن وقال له ده معدن المثريل، ما طلعش الحجر الاركيني زي ما انا كنت متوقع بس مش مشكلة. المهم هو بدأ يكلمه عن المعدن وقال له قوي جدا واقوى من اي نصل احنا نعرفه او شفناه قبل كده، لانه اخف من الحرير واصلب من الحديد بكتير، وكعملة شكله كده اغلى من الذهب بكتير برضه. وقال له وليه كل السرية دي؟ ما بتحتفلوش بكده ليه؟ فقال له لان التنقيب عنه صعب جدا، وابويا كان حريص ان ما فيش كتير يعرفوا عنه. وقال له طلب منه يمسك المعدن، ولما خده سأل دورن عن اسمه فقال له في لغتنا البهرج الرمادي، انما في لغتك هيكون اسمه ميثرود تقريبا. وقال له ده قال له اسمه هيكون الميثريل، ورجع عشان يدي المعدن لدورين فقال له احتفظ بيه كرمز لصداقتنا. وفجأة المنجم بدأ ينهار وحصل فيه زلزال اتسبب في انه حبس بعض العمال اللي جوه، ودورين قرر انه يدخل بسرعة علشان ينقذ الاقزام اللي بينجمه جوه. وقال له ده كان بيحاول يدخل وراه، واياريان وهي بتتدرب في شغلها الجديد لبست في الشاب ده فغرقته، وبعد كده اعتذرته لكن هو اعجب بيها وقال لها هاتي ده انا هنضف الارضيه مكاني وانت بقى روحي نضفي اي حاجه تانية. فقالت له انا ما بخرجش مع شباب غريبه، فقال لها حلو تصرف في منتهى الحكمه، اوعدك لو لقيت اي شاب غريب هعرفك بسرعه. فضحكت يعني قلبها حن. وجلادريال وهي محبوسه هالرباند اداها الدرس جميل، وهي انها علشان توصل للي هي محتاجاه لازم تعرف اسوأ مخاوف خصمها، فقالت له هستغلها صح؟ فقال لها لا طبعا هتحاولي تساعدي علشان يتخلص منها، وبكده هتكوني اتغلبتي على خصمك ذات نفسه، انت محتاجه تفكري شويه بس قبل ما تتصرفي لان كل تصرفاتك شبه البهايم وخلاص. فقالت له ما تقولش على شبه البهايم، فقال لها للاسف انت بتتصرفي زيهم فعلا،
وفجأة دخل عليهم مجموعة حراس مع مساعد الملكة وقالوا لجالادريال إن الملكة قررت إنها هترجعك لقومك الليلة وهيكون معاكي فرقة حراسة. ولما فتحوا لها باب القفص خرجت وعلمت عليهم كلهم بدون أي تفاهم وحبستهم في الزنزانة مكانها، ومساعد الملكة واقف مش قادر يتحرك ولا فتح بقه بكلمة. وجالادريال سابته ومشيت، وإيريان راحت لأخوها إيسلدور وقالت له أنا النهاردة خرجت مع واحد واتعشيت معاه، وبعد كده سألته أنت فين زيك البحري فقال لها سقطت في الاختبار. والأسوأ من كده إن تسببت في إن ضيعت مستقبل اتنين كمان معايا. وفجأة سمعوا صوت الحراس في المدينة كاملة بيفتشوا علشان جالادريال اللي هربت، وهي في نفس الوقت راحت للبرج اللي الملك فيه وده علشان تقابله، لكن لقت الملكة مستنية هناك والملك مريض ومش قادر يتحرك وكمان ما بينطقش بكلمة. فقالت لها ما كنتش اعرف ان حالته الصحية متدهورة واعتذرت لها علشان اتسببت له في قلق. وبعد كده قالت لها ابوكي كان مخلص للجان، انت ليه ما طلعتيش زيه؟ على الاقل عرفيني ليه بتكرهينا. فخدتها معاها المكان سري في البرج ومحدش يعرف حاجة عن المكان ده الا الملك وهي. وقالت لها ابويا بعد اول يوم ليا في الحكم جابني هنا علشان اشوف دي. وجالادريال اتصدمت لما شافتها لان دي حجر نادر من احجار الرؤية السبعة كده، ده الوحيد اللي مكانه معروف. والملكة قالت لها الست احجار الباقيين يضاعوا ياما مخفيين، وابويا ورث الحجر ده ومعاه سر صعب جدا. المس الحجر وانت هتعرف السر. واول ما لمست الحجر بقت في قصر الملكه، وفجاه شافت الورد بيطير والفيضان دخل عليها فغرقها، فخافت وبعدت عن الحجر بسرعه. والملكه قالت لها ده مستقبل نومنور، وللاسف الرؤيه دي بدات تتحقق لان المفروض كانت هتبدا بيكي لما توصلي عندنا، وانت خلاص وصلتي والرؤيه كده بدات تتحقق فعلا، ولو ساعدتك الرؤيه هتكمل فانا مش هينفع اساعدك علشان احافظ على وطني. وجالادريال قالت لها قرارك انت واخداها عن طريق الخوف، وارجوك ما تسمعيش الخوف يتحكم منك لان الظلام لو احتل المنطقه الجنوبيه كلنا هننتهي سواء دلوقتي او بعد فتره مش طويله. وكمان انت مش متاكده الرؤيه هتتحقق لو ساعدتيني او لو رفضت تساعدتيني. والملكه قالت لها حتى لو انا وافقت اساعدك الشعب هينقلب عليا ومش هيوافق يساعدك. وعند البشر اللي في الجنوب بداوا يلاقوا ان حتى الحيوانات اللي بيصطادوها قلت في المكان وكلها هربت. وفجاه صاحب سيو وصل عندهم وهو معاه الاكل اللي جمعوه من القريه، والكل فرح بيه جدا لان ده اخر امل ليهم. برونوين سألت الولد اللي وصل فين ابني، فقال لها قال لي انه جاي ورايا. وسيو لسه في البير وخايف وهو سمع الاورك في كل مكان، لكن قرر انه يطلع ويهرب. بس كل ما يمشي في مكان كان بيلاقي اورك في كل حته، بس ده ما منعوش من انه يروح ياخد كيس اكل وبدا يهرب بيه. وكان بيجري بصعوبه لان رجله مصابه لحد ما خلاص كان هيطلع من القريه وهو مبسوط، لكن في واحد من الاورك قفشه وقال له طلع السيف اللي معاك، لكن سيو ما لحقش يتكلم والاورك قال له لو قطعت دراعك هتتكلم. وقبل ما يقطع دراعه الاورك هو اللي مات على اخر لحظة، وده لان اورندير وصله في الوقت المناسب وانقذه وخده علشان يهربوا مع بعض بسرعة. بس في قطيع كامل من الاورك وراهم وضربوا عليهم سهوم، واورندير انقذ سيول تاني مرة من سهم كان هيخرمه، وبدأ يضرب على الاورك علشان يعطلهم. وكمان برونون قابلتهم في الطريق لانها حاولت تروح تنقذ ابنها وخدت ابنها وهربت، واورندير وراهم وهو بيحاول يعطل الاورك باي طريقة لحد ما خرجوا من الغابات ودخلوا المكان مفتوح ووقفوا هما الاتنين علشان يحاربوا الاورك. بس القدر وقف في صفهم والشمس اشرقت والأوروك ما قدرش يروح وراهم لأن الشمس قوية جدا عليهم واستخبوا في الغابات. ومراد دورين بدأت تعمل أنغام بحنجرتها وكان صوتها قوي جدا ومؤثر جدا لدرجة إنها عملت اهتزاز في الأحجار بتاعة المكان. وأروند استغرب من كده فسألها إيه اللي كنت بتعملي ده، فقالت له كنت بكلم الصخور علشان تطلق سراح العمال من المنجم أحياء. وقالت له انت لو ما كنتش نزلت تحت دورين كان هيبقى محبوس مع العمال دول، واعتذرت له علشان فكرت تكذب عليه. ودورين دخل عليهم وقال لهم كل العمال خرجناهم خلاص واحياء، لكن ابويا قرر انه يقفل المنجم وهيوقف كل اعمال التنقيب، وكان متعصب جدا وبيقول نفسي في مره اقدر اقول رايي فيه بصراحه، ودايما بيحاول ياخد الطريق السهل. وأروند واقف جنبه وقال له أنا فقدت أبويا بعد ما كان أهم واحد في الجان، ودايما بقول لو هو سمعني هل هيكون مبسوط بتصرفاتي ولا لا، بس سواء مبسوط أو لا ده مش هيفرق لو عرفت أتكلم معاه في مرة واحدة، فأنصحك ما تضيعش باقي الوقت اللي باقي ليك مع أبو. ومرات دورين سألت أروند أنت إزاي اتعرفت على دورين، ودورين رد عليها بسرعة وقال لها مش قلتلك أنقذته من غلام مناجم قبل كده؟ فقالت له أنا سألت أرلوند، وأرلوند قال لها أنا مش هقدر أكذب جوزك هما تلات غلام مش اتنين، بس أنا اللي أنقذته منهم وكان بيصرخ في الغابة لأنه خايف منهم. ودورين قال دي صرخات قتال، أنت إيه اللي فهمك في القتال؟ وسابه راح لأبوه وقال له سامحني علشان بعرضك أنا لسه جاهل. وأبوه قال له أنا جنبك ومش هتخلى عنك وخاصة في أوقات عصبيتك، وكمان ما
مفيش حاجة حصلت علشان أسامحك عليها. ودورين قال لأبوه، قال له انت دعاني أروح معاه المدينة الجام بكرة، إيه رأيك أقبل عرضه ولا لأ؟ فقال له هو لحد دلوقتي ما حسيتش إن جيل جلاد جواه أي نية خبيثة لما فكر يبعت أرلوند له، لكن أنت حاسس بإيه؟ ودورين قال له حاسس إن في حاجة بيخططوا ليها. وهابو قال له أنت كده زي الفل، روح بقى معاه واعرف هما بيخططوا ليه. وبرونون كانت بتحب أوروندير بس دلوقتي بقت بتحبه أكتر بعد ما أنقذ ابنها وقال لها إنه معاه رسالة من قائد الأوروك، وهي إنه هيسيبهم يعيشوا لو اتنازلوا عن حقهم في أرضهم وكمان يقسموا ليه بالولاء. فقالت له لو رفضنا، قال لها كلنا هنموت. فبصت على الشعب اللي عايش وهو خايف وهي كلها إحباط، وسيو طلع الخنجر عشان يبص عليه، لكن في واحد راح له قال له خد اشرب الماء دي زي ما خدت الخنجر من الحظيرة بتاعتي. وكشف عن دراعه ووراله علامة استخدام السلاح على ايده، وسيو عمل زيه. والراجل لما شافه قال له ده مش مجرد سيف، ده حاجة قوية جدا اتصنعت لأسلافنا بواسطة سيدنا بنفسه اللي قرب يرجع تاني. انت شفت بنفسك النجم اللي وقع من السماء من اسبوعين، واحنا دلوقتي لازم نستعد علشان نقف في ظهره ونكون اقوياء للي جاي. وقدر وهو بيتفرج على الحيوان الاليف بتاعه وهو بياكل، وفي واحد من الاوروك راح له قال له لقينا السيف وهو دلوقتي في البرج. وجالادريال جهزت نفسها واستسلمت لانها تسافر وترجع لوطنها، وتحركت مع البحارة. والملكة لما اطمنت انها مشيت هي كمان عشان ترجع للقصر، لكن في طريقها لقيت الشجرة بتوقع كل الزهور بتاعتها بطريقة مرعبة، فبدأت تخاف. وعلشان كده اجتمعت بشعبها وبدأت تشجعهم شوية، وفي نفس الوقت ابوها فاق من مرضه وتدهور حالته. والملكة في خطابها قالت للشعب انا مش هأمركم تروحوا لحاجة خطر عليكم، بس لازم كلنا نتحرك للارض الوسطى علشان نساند البشر اللي في الجنوب. وجلادريال رجعت ووقفت جنب الملكة في خطابها، والجنود بدأوا يجمعوا شباب علشان يتجندوا علشان يتحركوا مع الملكة في الرحلة القاسية اللي هتمشيها. والاتنين اللي فشلوا بسبب اسلدور قرروا انهم يروحوا، واسلدور اتبرع يروح معاهم، غير ناس كتير جدا من الشعب وافقت انها تتحرك مع الملكة علشان تحميها في رحلتها. تبدأ بنوري وهي قاعدة مع الشخص الغامض اللي نزل من السماء، وكانت بتتكلم معاه عن الحياة وعن انهم بيسافروا من مكان لمكان عشان يتجنبوا الخطر والمهالك. فقال لها يعني ايه المهالك؟ فقالت له زي البشر الضخام والذئاب والضباب وغيلان التلال وغيلان الكهوف، اي حاجة ممكن تقتلك يعني. فقال لها تقتلني؟ يعني ايه القتل؟ فقالت له ان يكون في حاجة عايشة وبتتحرك لكن حولتها لحاجة ساكنة وفقدت رونقها، وكمان خسرت روحها وبطلت تتحرك. فسكت شوية وهو بيفكر وقال لها يعني انا مهالك لاني قتلت الحشرات اللي كانت بتطير. فقالت له لا انت طيب، ودي كانت حادثة حصلت عن طريق الغلط. وقامت علشان تساعد اهلها في نقل حاجتهم، وفعلا مروا على طريق سفر طويل جدا على امل انه يبعد عن اي مخاطر. وكلهم كانوا مبسوطين مع بعض جدا، ولما كانوا بيرتاحوا الشخص ده بيطلع يبص على القمر والنجوم ما بيشيلش عينه من عليهم. وفي نفس الوقت عند المكان اللي هو وقع فيه في 3 اشخاص شكلهم لوحدهم كفاية انه يثبت انهم مش ناويين على خير، وفي واحدة منهم نزلت للمكان ده وحست بالطاقة اللي فيه. وقدر واقف بيتأمل في الشمس، وفي واحد من الاوروك راح له وقال له النفق اكتمل، وقدر قال له طلع لي دراعك. والاوروك طلع له دراعه في الشمس، وقدر سأله حاسس بايه، والاوروك قال له احساس مؤلم جدا. وقدر قال له كنت اتمنى تحس بحرارة الشمس بنفس المتعة اللي انا حاسس بيها. وبعد كده طلب منه تدعي القوات. وبرونوين طلعت للبشر الجنوبيين اللي هربانين من الأوروك معاها، وقالت لهم عدونا بيهدد بانه هيقتلنا كلنا لو ما تخلناش عن البرج، وانا مستعد اموت وما اقسمش بالولاء للظلام، مين فيكو هيقف معايا ويحارب؟ والناس كلها شجعتها وايدوها لحد ما طلع واحد خاين وقال لهم تحاربوا مين بالظبط؟ كلكم هتموتوا لو وقفتوا قدام سيد الظلام، انا شايف اننا نستغل فرصتنا ونقسم بالولاء ليه علشان نضمن حياتنا احسن ما ندخل في معركه معاه. والشعب لانه ضعيف وخايف قرر انه مع كلام الخاين ده واتحركوا معاه علشان يروحوا يقسموا بالولاء اللي ادار. والشخص ده حاول يقنع سيو يروح معاه وقال له دي فرصتنا علشان نرجع لسيدنا. وفي نمونير مملكة البشر الاكتر قوة كانوا بيجهزوا جيوشهم علشان يتحركوا للجنوب، وده لانهم ناويين يساعدوا هالربند علشان يضم شعبه تحت رايته، وطبعا زي ما شفتوا شعبه ده طلع نصه خاين. وفي نفس الوقت في معارضين للي بيحصل وبيكلموا مساعد الملكة وبيقولوا له انت ليه بترمي اهلك وابنائنا للتهلكة؟ وهو اختار ما يردش عليهم ومشي بسرعة من قدامهم. حبيبة ابن مساعد الملكة قالت له انت لازم تقنع ابوك انهم يوقفوا اللي بيعملوه، وسابته ومشيت. والملكة استدعت هالربند وحطت قدامه الخريطة وسألته العدو متمركز فين بالظبط، فقال لها على موقعه بالتفصيل. والملكة شكرته وقالت له انا متأكدة انك هتكون مهم جدا اول ما نوصل هناك. فقال لها نوصل هناك فين؟ فقالت له جلادريال عرفتني ان انت عاوز توحد شعبك، وهو استغرب لكن سكت وما تكلمش لحد ما الملكة مشيت. وقال لجلادريال انت عارفة ان طلبي الوحيد تسيبيني اعيش هنا، ومع كده استغلتيني علشان ارجع معاك للحرب.
اتعصب منها وقلع الختم اللي معاها وحطه قدامها وقال لها شوفي حد غيري يعمل اللي انت عاوزاه ومشي. والجماعه دول لسه ماشيين لحد ما دخلوا غابه وكانوا خايفين منها، وفجاه وهما ماشيين لقوا اثار لرجلين ذئاب فخافوا، ونوري صاحبتها راحوا لوحده من القطيع بسرعه وكانت خايفه برضو، وهما وقفوا قلبها اكتر. ولسه ما لحقتش تفوق من الخضه سمعوا صوت مرعب فخافوا، وبعد كده حصل اللي هتشوفوه ده. وطبعا الراجل لما انقذهم هم فرحوا، لكن استغربوا اكتر لانه مش طبيعي يكون حد معاه قوه زي دي. هو يعني كان طبيعي انه ينزل لكم من السماء في نيزك، وكمان النيزك احجاره مشتعله لكن بارده. المهم ان الشخص ده بعد ما استخدم قوته ايده اتاثرت من كده، وجلادريال شافت مستجدين البشر وهم بيتدربوا فما عجبهاش اسلوبهم في استخدام السيف، فقررت تعلمهم درس. وعلشان الجو يسخن شويه الانديل قال للمستجدين اللي هيعرف يجرحها بس جرح بسيط هيترقى لرتبه ملازم. وطبعا في مستجدين كتير اتبرعوا انهم يجرحوها بس، واسيبكم بقى تشوفوا اللي حصل. وبعد المعركة دي كلها جرحوا فستانها بس، واللي عمل كده اتعين ملازم. وابن مساعد الملكة قال لأبوه انت ليه مصمم تمشي ورا جلادريال؟ فقالوا لان دي فرصة ما ينفعش تضيع، لاننا لما نوصل هالربند لحكم الجنوب بعد كده الجنوب هيتوحد ويكون دولة قوية، وبكده هنعمل علاقات حلوة، وكمان غير المساعدات والتبادل التجاري والهدايا والامتنان لينا اننا احنا اللي وقفنا جنبهم وساعدناهم وقت ضعفهم. وابنه عمل اقتنع بكلامه، وابو الملكة استدعاها فقالت له الخطر راح خلاص، وانا دلوقتي هساعد الجنوة احقق كل اللي كان في نفسك، وكمان هروح مع جيشي للارض الوسطى. فاتصدم وسكت شوية وهو بيفكر وقال لها انت ليه عملت كده؟ وبعد كده قال لها ما تروحيش للارض الوسطى، فخافت من كلامه وهو كمل وقال لها كل اللي مستنيك هناك هو الظلام. ودورين لما وصل عند مملكة الجن الموضوع ما كانش لطيف بينه وبين ملك الجن في النقاش، ومن الواضح ان الاقزام والجن ما بيحبوش بعض بالفطرة. وبعد ما خلصوا كلام الروند راح للملك وقال له انا كنت رايح للاقزام علشان اجدد الصداقة مش اكتر، انما اكتشفت ان انت طلعت بعتني ليهم علشان عندك اهداف تانية. والملك قال له تعرف اغنية جذور هيثاي غلير؟ عاوزك تقول لي احداثها. والروند قال له بتتكلم عن معركة قوية على قمم جبال الضباب. المعركة ما كانتش بسبب شرف او واجب، لانها كانت بسبب شجرة يعتقد البعض ان مستخبي جواها جواهر سيلماريز الضائعة. والملك سكت، والروند عرف ان هي دي الجواهر اللي الملك عاوزها. والروند كمل باقي كلام الاغنية، وهو ان في جهة من الشجرة في محارب من الجان وقلبه نقي وحط كل نوره على الشجرة علشان يحميها، وفي الجهة التانية وحش بالروج التابع لمرجوث اللي ركز كل كرهه في الشجرة علشان يدمرها. وفي وسط معركتهم القوية البرق حاوط الشجرة وضربها، وبسبب البرق حصل تحت الشجرة قوة نقية وخفيفة وكمان جبارة وعنيدة، وبيتقال انها تسللت من الشجرة لأعماق الجبال وبكده بقى لها قرون مستنية. وارلوند قال له دورين كان عنده حق فيه. والملك قال له يعني انت بتعترف ان الاقزام لقوا القوة دي؟ وارلوند قال له انا ما اعترفتش بحاجة، وعدت دورين ان مش هطلع اي سر يخص قومه. والملك قال له وعدك اللي انت محتفظ بيه لقومه معناها لك قومك. وخدوا راح عند شجره مقدسه عندهم وكانت مصابه بعفن، وقال لألروند لاحظنا اللي حصل للشجره قبل رجوع جلادريال، واعتقدنا اننا لو بعدناها عن هنا وحطينا نهايه لبقايا الحرب هنعرف نوقف العفن من الشجره، لكن مع كل مجهودنا العفن بيزيد بشكل اسرع، والبلاء ده مجرد تجسيد للواقع اللي هيحصل قريب، وده معناه ان نورنا بيبدا يتلاشى. والملك قال له لو الجان اتخلوا عن الارض الوسطى دلوقتي العدو هيحتلها، وبكده جنسنا والعالم كله هينتهي، وكل ده علشان انت عاوز توفي بعهدك. وسابه مشي، وبصراحه وضعه لا يحسد عليه. وابن مساعد الملكه علشان يبوظ رحله الجنود للجنوب قرر انه يدمر المراكب وكب فيها مواد مشتعله، لكن قبل ما يفجر المركب سمع صوت واحد مستخبي فيها، والشخص ده يبقى ياسلدور، وكان عامل كده لانه عاوز يروح مع الجنود باي طريقه وابوه كان رافض، فحاول ياخد منه الفانوس اللي هيولع بيه لكن وقع منهم والنار مسكت في المركب. ولما حاولوا يهربوا الاخ ده لزق في حاجه فوقع وفقد الوعي، والمركب انفجرت لكن اسلدور خده وهرب بيه على اخر لحظه، وقال لابوه ان في قارب صيد غالبا في برميل انفجر وهو اللي تسبب في الانفجار ده. وابن مساعد الملكه قال لإلينديل ابنك انقذني وضحى بنفسه علشاني،
مع انه كان يقدر يهرب ويسيبني. وإيرنديل شك في كلام ابنه وقال للملكة اعتقد ان اللي عمل كده قطع طريق عابر. وجلادريال قالت للملكة اللي عمل كده عاوز يقلل من عزيمتنا بس، واحنا دلوقتي لسه باقي معانا 3 سفن ومباركة ابوكي. طبعا ما تعرفش ان ابوها رافض اصلا. المهم نكمل. لما قالت لها خليكي مؤمنة بقضيتك وما تخليش الموضوع ده يأثر عليك، والملكة قررت انها هتعمل اجتماع علشان تاخد قرار نهائي. وقال له انت راح لكبير الحدادين وقال له انت تعرف اللي الملك كان عاوزه؟ فقال له اه، وتوسلت ليه علشان يقولك على كل خطتنا من الاول لكن رفض. واعرف ان النور اللي بيشاع من المعدن ده هيكفي انه يملى وطننا بالنور اللي هيساعدنا علشان نشبع كل جنب بنور جديد، وكمان هنكون مستحيل نخسر قدام الظلام، وللاسف المعدن ده هو خلاصنا الاخير. وقال روند ما بقاش عارف يعمل ايه، يخون صديق عمره ويخلف بعهده ولا يسيب وطنه يتدمر علشان اخلصه لصاحبه. وجلادريال راحت لهالرباند واعتذرت له علشان استغلته وقالت له بكره الملكه هتعمل اجتماع ورايك اللي هتقوله هو اللي هيحدد مصير استكمال البعثه او هيوقفها. والبشر الجنوبيين وصلوا عند ادار والاورك وانحنوا قدامهم، وهالرباند قال لجلادريال انت لو تعرفي ايه السبب في ان اهلي نبذوني هتنبذيني انت كمان. فقالت له في بعض الاوقات علشان نلمس النور لازم ندخل للظلام الاول. اخويا اتقتل على ايد مساعدين سارون في مكان غرقان في الظلام والياس. فقال لها انت كل ده علشان تنتقمي؟ فقالت له لو قتلتهم كلهم مش هحس اني انتقام. فقال لها طب انت عاوزه ايه؟ ليه بتطلبي مني اني ارجع لمكان اقسمت اني مش هرجع له تاني؟ ليه مستمره في القتال؟ فقالت له لاني مش قادره اوقف القتال اللي جواه. وقالت له اقرب اصدقائي تامر مع الملك لنفيه، والمجموعه اللي كنت بقودها اتمردوا عليا وكلهم عملوا كده لانهم اعتقدوا ان انا والشر اللي بحاربه واحد. وهالرباند اعتذر لها وهي رجعت له الختم بتاعه وسابته ومشيت. والبشر الخاين حاول يتقرب قوي من ادار وقال له اقسم بخدمتي ليك يا ساورون، لكن شكله كده غلط لانه ضايق ادار وعلشان كده هسيبكم تشوفوا اللي هيحصل بعد ما ضربه وحطه في موقف صعب. Only blood. ولان البشر ده خاين قرر انه يعمل اي حاجة علشان يثبت ولاءه القدر. والجماعة اللي لسه في البرج رفضوا يستسلموا للظلام وكانوا عايشين على امل انهم يقاوموا. وسيو ادى السيف اللي معاه الاورندير اللي اول ما شافه راح شال نبات كان متسلق على الجدار ووراه نفس شكل السيف. واورندير عرف ان السيف ده ما هو الا مفتاح، لكن ما يعرفش مفتاح لايه بالظبط. وقال لبرونوين عدونا عارف ان ابنك معاه المفتاح ده وكلها كام يوم لحد ما يوصل لهنا. وبرونوين عشان تحمي ابنها قررت تاخد القطعة دي وتروح للعدو علشان تقسم بالولاء. وأوروندير حاول يمنعها لكن هي من الواضح كده ان شكلها دماغها هتطلع انشف من دماغه. والأوروك لسه متحركين في جيش عملاق ومرعب في طريقهم للبرج. وألروند راح لدورين وقال له انا اتخدعت واكتشفت في النهاية اني زرتك علشان المسرل، لان من دونه قومي هيضطروا يتخلوا عن الارض الوسطى والا هنهلك. ودورين قال له هتهلكوا ازاي يعني؟ فقال له لان ارواحنا بتتغذى على النور وبدون النور هنضعف ومع مرور الوقت هنتحول لظلام للابد. ودورين قال له يعني انا دلوقتي شايل مصير قوم الجان كامل بين ايدي؟ وارلوند قال له للاسف اه. ودورين استمتع بالكلمة كده وحس انها طرب على ودنه وقال له طب عيدها تاني كده عشان عايز اسمعها. ولما عادها له تاني دورين قال له طب يلا بينا نرجع لوطني بس اشكرني لما نعرف نقنع ابويا بكده. وهالرباند تاني يوم وهو رايح للملكه ساب الختم بتاعه وراح لها بدونه، لكن رجع خده تاني بسرعه لان الملكه قررت تطلع الحمله برضه. والكل بدا يركب في المراكب وياريان كانت حزينه لان اخوها رايح مع الجيش للرحله المرعبه دي. وجلادريال طلعت مع هالرباند في نفس المركب والكل بدا يشوف شغله علشان يبداوا رحلتهم اللي ما ينفعش يبتسموا فيها خالص وهم رايحين ليها. اللي بيبدأ معاه أدر وهو بيزرع بذور في الأرض وأكيد مش هتكون حاجة كويسة لأن دول ما بيجيش من وراهم غير السواد. وقام وهو كله ثقة علشان يقول خطاب حماسي لأبناء الأورك وقال لهم احنا اتحملنا كتير لكن أخيرا اتخلصنا من قيودنا بعد ما عبرنا الجبال والحقول والجليد والصحاري ورجلنا ساءت التراب بدمنا، ودلوقتي بقى عندنا محنة جديدة وهو عدونا ضعيف وعدده ضئيل ومع كده في مجموعة مننا هتموت، لكن لأول مرة مش هتموتوا كعبيد مجهولين، انتوا هتموتوا كإخوة أخوات في أرضكو لأن الليلة هنحكم قبضتنا على الأراضي الجنوبية أخيرا. وتحركوا لحد ما وصلوا عند بوابات البرج اللي البشر بيحتموا فيه وكانوا خايفين من اللي هيواجههم، لكن أدار لما دخل لقى المكان فاضي ومفيش فيه حد، يعني كل الخطبة اللي هو قالها دي طلعت على الفاضي. لا أنت تقتلك اتنين ولا حاجة علشان خطبتك تكون نفعت شوية. وأرندير كان في المكان لكن مستخبي وحقه بصراحة. وأدار شاف الجدار وهو عليه رسمة ثورون، والبشري الخاين سأل أدار هو فين ثورون، وأدار مركزش معاه وقال الأورك أنا حاسس وجود اورندير الجان هنا لاني شامم ريحته. وفجأة اورندير ظهر
وزي ما شفتوا اورنديري يعتبر اتغلب عليهم كلهم بشويه ذكاء مش اكتر، والبشر اللي مستنيه تحت فرحوا جدا بيه ورجعوا لقريتهم علشان يامنوها ويعملوها معسكر ليهم. وفي نفس الوقت سفن البشر لسه ماشيه في طريقها للجنوب علشان تساعد البشر اللي هناك، وجالادريل قابلت اسلدور وبعد نقاش بسيط بينهم عرفت انه يبقى ابن الانديل. ولما شافت الانديل سالته ام اسلدور فين او حصل لها ايه، فقال لها غرقت، وبعد كده قال لها اول مره اشوف شروق الشمس ومع كده احس ان ده غروب مش شروق. واورنديل خد السيف اللي كان مع ثيو وحاول يدمره بكل مجهوده لكن بدون اي فايده لانه رافض يتدمر نهائي، وعلشان كده قرر انه يخفف مكان محدش هيعرفه غيره، وده علشان محدش يقول على مكانه بعد ما يتعذب شويه مثلا. والبشر اللي رجعوا لقريتهم قفلوا الانفاق اللي فيها وكمان علقوا ادمغه الاوروك في الطريق علشان يخوفوا الاوروك يعني، وبعد كده جهزوا نفسهم بسيوفهم ورمحهم وسمهم، وقرروا انهم هيدافعوا عن نفسهم بكل طفل موجود معاهم، ولانهم فاقدين الامل كل واحد ودع احبابه وابنائه علشان يستعد للموت في المعركه اللي رايحه عليهم. واورندير طلع حبوب محتفظ بيها معاه وادهم لبرونوين وقال لها دي من تقاليد الجان انهم قبل اي معركه لازم يزرعوا الحبوب دي، وطبعا دي نفس الحبوب اللي ادار زرعهم قبل المعركه. انا شكلي كده ظلمت الراجل، هو قائد جيش الظلام لكن لسه من جواه في شويه اخلاص للجان. والليل لما دخل الاوروك عرفوا يتحركوا تاني وراحوا للقريه اللي فيها البشر ومتحصنين فيها، ومنظرهم كان مرعب. وفي واحد راح للمكان اللي برونوين فيه فدخلت معاه في معركه لكن للاسف قتل البنت اللي كانت معاها وبرونوين خلصت عليه، وبعد كده ولعت فخ وضربته عليهم علشان تحاصرهم، وفعلا اتحاصروا والبشر بداوا يقتلوا فيهم. وزي ما شفتوا كده البشر عرفوا يتغلبوا على الجزء البسيط اللي راح لهم من الاوروك وفرحوا جدا بكده، واعتقدوا انهم انتصروا لكن اتصدموا لما عرفوا انهم قتلوا البشر الخاينين اللي انضموا لجيش الاوروك. وفي واحد من الاوروك اللي كان معاهم ولسه ما ماتش ضحك وقال اعتقدوا اننا هنتقبلهم يبقوا مننا، لكن خلاص دفعوا الثمن ولسه انتوا هتدفعوا الثمن زيهم. وبعد كده ماتوا وفجاه في سهوم كتير بدات تضربهم من الغابات، وبرونون خدت لها سهم في مشهد احزنني بصراحه، وعلشان كده كل البشر هربوا واتجمعوا في بيت واحد علشان يامنوا نفسهم. والاوروك بداوا يهجموا عليهم واورندير بدا يعالج برونون وطلع لها السهم من كتفها وبدات تنزف دم كتير بطريقه بشعه لحد ما كولها الجرح علشان يوقف النزيف، لكن بعدها اغمى عليها وكلهم اعتقدوها ماتت، لكن بعد لحظات فاقت تاني علشان تحضر الرعب اللي بيحصل. وفعلا الاوروك اقتحموا المكان وبكل بساطه مسكوهم كلهم وهم عايشين علشان محتاجين يعرفوا مكان السيف. وادار دخل لاورندير وقال له هات لي اللي انا ببحث عنه، واورندير قال له لو اطلقت سراحهم هفكر اديهولك. وبكل بساطه الاوروك بدأوا يقتلوا في كل البشر واحد ورا التاني علشان اورندير ينطق، لان كل ثانية بيتأخر فيها في شخص بيموت، وما بيموتوش بطريقة سريعة لا، هما بيموتوا بكل برود. وقبل ما يقتلوا برونوين اورندير رفض يتكلم لان السيف اختفائه اهم من حياتهم كلهم، لكن سيف علشان ينقذ امه قال لهم السيف تحتنا، وفعلا دلهم على مكان السيف لانه كان مراقب اورندير وهو بيخبيه. وادار لما شاف السيف فرح كانه اتولد من جديد وامر بقتلهم كلهم، وخرج علشان يستمتع بانتصاره لكن ما عرفش يستمتع قوي لان حصل اللي ما كانش هو متوقعه. وزي ما شفتوا جلادريال سالت اورندير عن قائد الاوروك فشاور لها على ادار اللي بدا يحاول يهرب بالسيف، واورندير قال لها ما ينفعش يهرب بالحاجه اللي معاه، فراحت وراه بكل سرعتها. وطبعا زي ما انتم متعودين جلادريال وهي بتحارب الظلام ما بترحمش، وهالربند بعد ما وقعه طعنه في ايده وقال له انت لسه فاكرني، وكان خلاص هيقتله لكن جلادريال منعته من كده على اخر لحظه، وده لانهم محتاجينه حي. وهالربند قال لها انت ما تعرفيش ده عمل ايه، وادار قال له ايه تسببت لك في الم مين، ما كون قتلت زوجتك او طفلك، وكان بيستفزه علشان لكن برضه رفض يقتله، وجلادريال خدته اسير وقالت له انا اعرف ان مورجوث خطف مجموعه كبيره من الجان وعذبهم وحولهم علشان يصنع منهم كائنات محطمه وولائهم ليه، انت واحد منهم صح؟ انت اول الاوروكس، فقال لها بنحب اسم الاوروك بدون السين، فقالت له فين سيدك، ولما رفض يتكلم قالت له تقريبا كده احنا محتاجين نطلع الاسرى لاشعه الشمس. فقال لها بعد هزيمه مورجوث او زي ما بتسموه الثورون كرس نفسه لشفاء الارض الوسطى وجمع اراضيها المدمره تاني علشان يخلق لنفسه جديدة، وامر اكبر عدد من التابعين ليه انهم يروحوا الشمال لكن دايما كان بيلاقي حاجة ناقصة وبسببها ما بيعرفش يكمل مخططاته، وعلشان يختفي ما كانش مهم بالنسبة له ايه كمية الدم اللي بتضيع وراه، اما بالنسبة لي فانا ضحيت بكتير من اولادي علشان تطلعاته، ويقصد باولاده الاوروك التابعين ليه. وكمل كلامه وقال لجلادريال انا علشان كده قررت اقتل ثورون وقتلته فعلا، فقالت له وانا مش مصدقاك، وطبعا بصراحة عندها حق لان انا كمان مش مصدقه، فقال لها طبيعي ما تصدقيش ان واحد من الاوروك عمل حاجة عجز عنها
جيوش كاملة. فقالت له أنا مش مصدقة إن أنت زعيم الجيش ده. فقال لها أولادي مالهمش سيد، وكمان نستحق الحياة ونستحق وطن نعيش فيه، قريب الأرض هتكون لنا علشان نعيش فيها. فقالت له أنا بتعهد بإبادتكم بالكامل أنتوا أي حد هشوفه منفصلتكم، إنما أنت هسيبك عايش علشان بعد ما تشوف موت قومك هفكر أقتلك. بس قبلها هقولك يا جان يا خاين، نسلك بالكامل مات وبلاء قومك هينتهي بموتك. فقال لها من الواضح إن أنا مش الجان الوحيد اللي لسه عايش والظلام حوله المخلوق بشع. انت لو بصيتي في المرايه كنت هترتاحي من زمان، لانك كنت هتلاقي خليفه مرجوز. وطبعا هي اتعصبت من كلامه وكانت هتقتله، لكن هالربند منعها من كده فسابته وخدت السيف اللي هو عاوزه ومشيت. وهالربند راح وراها فشكرته علشان لحقها قبل ما تقتله، وقالت له مهما كان هو عمل فيك ايه حاول تتحرر منه. فقال لها اعتقدت اني مش هقدر اتحرر من الماضي لحد ما حاربت وانا في صفك. والملكه قطعت كلامهم لانها استدعت هالربند، وبرونون قدرت تقوم وراحت للملكه علشان تشكرها لان الباقي من قومها لسه عايش لانها دفعت عنهم. والملكه قدمت لها هالربند والكل اتعرف عليه، وكمان اتاكدوا منه لما شافوا الختم اللي معاه وسالوه انت الملك المنتظر؟ فقال لهم اه. والباقي من الشعب حياه وتقبلوا كملك عليهم، وجلادريل سلمت سيف الظلام لاورندير وسابته ومشيت. واورندير راح لسيو وقال له ما تحسش بالحزن علشان سلمتهم السيف، لان اي حد مكانك كان هيعمل كده. وسيو قال له انا مش حاسس بالذنب، بس انا حاسس بمراره الخساره، لان السيف لما كان في ايدي حسيت بالجبروت. واورندير قال له لازم تخلص نفسك من الاحساس ده. وسيو ساله ازاي، فاداله السيف وقال له سلموا الاهل نومنور علشان يرموه في البحر وهم راجعين. وسيو مسكه كانه بيحطه في دراعه تاني، واورندير سابه ومشي. وسيو فتحه فلقى فاس عادي خالص، وده لان السيف الحقيقي مع البشر الخاين وكان مفعله بدمه وراح بيه لمكان المخصص ليه. وطبعا هو بيعمل كده باوامر من ادار، وحطه في المكان ده وفتحه، وفجاه المكان بدا يتهز بكل قوته وفي سدود اتفتحت علشان المايه تنزل فيها، وتسببت ان في فيضان قوي جدا حصل. والفيضان وصل عند البشر لكن بطريقه مختلفه، وهي انه بدا يفجر المايه من اماكن الابار اللي في الارض. والاورك اول ما شافوا كده فرحوا وفضلوا يهتفوا باسم شخص وكمان ادار نام في الارض علشان يسمع صوت المايه اللي بتجري في الانفاق اللي هم حفرينها بالكامل. وطريقها كان طويل جدا لحد ما وصلت عند بركان تحت الارض ونزلت فوقه بقوه شلال، وده تسبب في انفجار قوي جدا. صح بركان خامد من قوته، الرياح اللي طلعت منه اثرت على البشر اللي بعيد عنه بمراحل. وبعدها بلحظات بسيطه بدا يرمي عليهم قذايف او حمم ملتهبه وكانها موجهه عليهم مخصوص. وجلادريل وقفت تبص له بكل كره وهي رافضه تتحرك من مكانها. والبركان شكله كان مرعب جدا وعامل سحابه غريبه مش طبيعيه، وانها تطلع من بركان عادي كده، وكمان في رعد قوي جدا وبرق اقوى ودخان قوي جدا دمر كل حاجه في طريقه وما سابش اي حاجه لونها اخضر وراه. وجلادريل ما اتحركتش من مكانها لحد ما اختفت في الدخان. واتمنى تكون المشاهده عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.